هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا، نعمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا عرب هلم بنا، فلنعمل نحن بمنهجه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فبإذن الله تعالى نتحدث في المحاضرة الثانية في دورة كفاية الطالبين في بيان فرق المسلمين وملل المخالفين ومذاهب المعاصرين، نتحدث عن دواعي المحن وما حدث من الفتن بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان، لأن هذه القضية من أهم القضايا في فهم أسباب التفرق والخلاف في الأمة الإسلامية، ولا بد أن نفهم القضية كما حدثت وليس كما نقلها كتاب التاريخ. ولذلك إحنا هنحاول نبين الأحداث التي حدثت بين أناس رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني مفترض مجموعة من البشر من أتباع أفضل الأنبياء وخاتم الأنبياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصفهم الله عز وجل بما تعلمون، هل يمكن أن يحدث بينهم الخلاف والشقاق بسبب تنازع على الدنيا، ولا القضية تحتاج إلى بسط وإلى فهم للسبب الحقيقي وراء هذا النزاع الذي قتل بسببه الآلاف؟ في الفقرة الأولى في الأسباب الداعية لمقتل الخليفة عثمان ابن عفان أحد العشر المبشرين بالجنة، الفتنة في خلاصة شديدة جدا بدأت سنة 34، حاول بعض الجهل الغوغاء أن يخرجوا على عثمان بن عفان. عثمان
قضى على الخلاف بسرعة وأنبهم على فعلهم، وأيضا حاول أن يبين لهم أسباب اجتماعهم إن هذه كلها شبهات، ولم يعتبروا وعادوا بعد عام واستعدوا أكثر وخرجوا مرة ثانية سنة 35 كأنهم يريدون الحج، ومروا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصروا أمير المؤمنين عثمان حتى قتلوه شهيدا بعد حصار دام 40 يوما. منع خلالها من كل شيء حتى الصلاة في المسجد. إيه السبب في الأحداث دي؟ يعني ما السبب الذي أدى إلى حدوث هذه الفتن العظمى؟ هل هو كما يصور البعض، أو كما يصور البعض حقد بين الصحابة بحيث أن بعض الصحابة كانوا يطمعون في الدنيا فوصل بهم الحال إلى أن يحقدوا على بعض ويقتلوا بعضهم بعضا؟ أبدا والله ما كان هذا الحال، وما كان هذا هو الواقع، ولا حتى الإنسان يتصور عقلا. لكن الحقيقة إن في واحد يهودي يقال له عبد الله بن سبأ، اتفق المتقدمون والمتأخرون على إثبات هذه الشخصية أنها فعلا شخصية حقيقية مش حاجة وهمية، ونسبوا إليه فرقة من الفرق معروفة الآن بفرقة السبئية، ولو معتقدات خاصة. هنقول كده ليه؟ إن بعض الناس حاولوا أن ينكروا وجود عبد الله بن سبأ من أصل، يقول لك يا ده شخصية وهمية، زي واحد اسمه مرتضى العسكري في كتاب له سماه عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى، على إن ده خرافة يعني. وأيضا اللي أنكر عبد الله بن سبأ طه حسين في كتابه علي وبنوه، وكثير من المؤلفين أنكر وجود عبد الله بن سبأ. يعني احنا عارفين طه حسين كان على عادته وطريقته المعتادة في إنكار اليقينيات والمسلمات كما في كتابه في الشعر الجاهلي، حتى أنكر أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قد بنيا الكعبة، قال للقرآن، يعني طه حسين بيقول قال للقرآن أن يحدثنا عن هذا، لكن لا يلزم أنه وقع. يعني القرآن يكلمنا على أن إبراهيم بنى الكعبة وهو إسماعيل، لكن مش لازم أن يكون ده حصل. فقد سارع طريقة الشك في كل شيء، ومعروف طه حسين وفكر طه حسين. لكن احنا بنتعامل مع شخصية لا يمكن تفسير التاريخ فيما حدث بين الصحابة إلا من خلال وجودها فعلا. صحيح هو كان متخفي لأن طبيعة المكر تقتضي ذلك، واحد بينكر للصحابة فطبيعة المكر بينهم تقتضي ذلك. تواتر عند أهل السنة وعن كل من أرخ لهذه الحقبة وجود ابن سبأ وحقيقة أثره في هذه الفتنة. لكن اللي أنكر وجود ابن سبأ اللي له مصلحة في ذلك، ومين اللي له مصلحة في أن يتهم الصحابة بأنهم حقدوا فيما بينهم وقتل بعضهم بعضا؟ الشيعة. فالشيعة تحاول أن تنكر هذه القضية. لكن اللي حصل بالضبط من عبد الله بن سبأ هو نفس ما حصل من اليهودي بولس. عارفين بولس؟ كان قبل كده اسمه شاؤل. هذا كان يهودي يعذب النصارى اللي هم الموحدون أتباع عيسى عليه السلام اللي بيمثلوا الإسلام، كان يعذبهم عذابا شديدا ويحرقهم بالنار وهم أحياء نكاية في هذا الدين، فيزداد انتشارا وتوسعا أيام عيسى عليه السلام. فمكر لهم، زعم أن عيسى تجلى له في الطريق وقال أنا ربك يسوع وقد أرسلتك لصلاح البشرية. يعني شوف اللي ينتقل من تعذيبهم إلى أن يصبح رسولا عندهم، فأدخل عليهم القول بألوهية عيسى عليه السلام وظلوا بسببه حتى الآن، والقول بأنه هو صلب ليخلص الناس من الخطيئة، وصار ذلك عندهم، وصارت أيضا فتن ومنازعات أدت إلى أن النصارى يختلفون فيما بينهم، فكل واحد يعمل له إنجيل لغاية ما أصبحت الأناجيل أكثر من 100.
واجتمعوا بسبب الخليفة بتاعهم أو الملك بتاعهم قسطنطين في مجمع اجتمعوا فيه على الاتفاق على الأناجيل التي تدعم فكر بولس النصراني اللي أفسد عليهم النصراني. نفس الحكاية اتكررت في الإسلام، لأن الشياطين عندهم خبرة والخبرة بتنقل، فلما يكون أمة تجتمع بهذه الوحدة وبهذه القوة لازم يجيبوا فكرة خبيثة تأتي بحيث يعني تحدث فتنا عظمى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن سبأ اليهودي يمني أظهر الإسلام يشبه ما فعله بولس اليهودي حين عدى بأتباع عيسى. عبد الله بن سبأ قال بألوهية علي ومحبة آل البيت، وإن علي إله، وتبعه السبئية الذين جاءوا لعلي بن أبي طالب وقالوا له أنت هو، قال ومن هو؟ قالوا أنت الله. فأمر مولاه قنبرا بأن يحفر حفرة ويشعل فيها النار وأن يحرق ابن سبأ. دي رواية وإن كانت يعني هي مشهورة صحيح، لكن قيل إن ما حصلش كده، إن علي بن أبي طالب نفاه. بيقول علي بن أبي طالب: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، أي لحرق مين؟ ابن سبأ. وقال علي: من لم يرجع عن هذا القول أحرقته بالنار. فأحرق الكثيرين منهم وفر منهم من فر، وكان منهم عبد الله بن سبأ اللي عمل الفتنة بين الصحابة كما سنرى. وقيل إنه قتل، والعلم عند الله، لكن هو شخصية حقيقية جاء للمغالاة في أهل البيت وطرح أفكار وثنية أخذها من اليهودية أو مع الانضمام لبعض الأفكار المجوسية، وكانت سبب في إحداث الفتنة كما سنرى، زي القول بالرجعة وإن علي هو الوصي وإن الإمامة تكون في بيت واحد إلى غير ذلك مما زعم. نفس الأفكار اللي زعمها أصبحت الآن أصولا عند مين؟ عند الشيعة الاثنى عشرية الجعفري. هو عمل إيه؟ شوف الفكرة هنا، استغل الأعراب، القبائل العربية اللي أخضعها الإسلام، كثير منهم زي ما قلنا في المرة الماضية ما كانش عن إخلاص ونية، ولكن كثير منهم عن نفاق أو دخل باعتبار يعني عزة ومكانة أو شيء من هذا القبيل. فأول ما عمل بدأ يشيع الأكاذيب عن عثمان بن عفان إن هو الوالي وقتها الخليفة، وكتب كتبا مزورة هو ومن ساعده من الحاقدين، زورها هذا السبئي اليهودي على الزبير وعلى علي وعلى طلحة وعلى عائشة وعلى غيره من الصحابة الكبار. يزور كتاب يكتب فيه إن عثمان ظالم وعايزين نخلعه، وعثمان يفعل كذا وكذا مما سنعرض لكم من الشبهات، ويرسل الكتاب باسم علي بن أبي طالب بتوقيع علي يقلده، والكتاب يصل لمصر. الصحابة علي بن أبي طالب وفلان وفلان، عثمان بيعمل فيهم كده؟ مش معقول. ويرسل إلى الكوفة وإلى البصرة وإلى الشام، فقلب الناس، والناس بطبعهم لما يحصل حاجة زي كده لا ما ينفعش، إزاي عثمان يعمل كده؟ ويحاول يجيب شبهات يدسها، حتى كذب على أم المؤمنين عائشة وأرسل كتبا باسمها كما سنرى. والمتلقون أعراب، تأتيهم هذه الأخبار فيقبلون ويصدقون. فصدأ إليه غير واحد من ذوي الشقاق والحقد والنفاق، حتى على الأقل العيار اللي ما بصبش إيدوش أو مجموعة تلموا عليه، وبدأت الفكرة إن هم عايزين العدل وعايزين الخليفة يكون عادل إلى غير ذلك. وبدأ يشيع مع هذا الأفكار بين العامة، يقول مثلا لحديث السن وقليل العلم اللي ما عندوش فقه، والعجبا لمن يزعم أن عيسى يرجع في آخر الزمان ويكذب بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يرجع، والله عز وجل قال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إيه إلى معاد.
الحق. طب دلوقتي دي ما لهاش علاقة كلام ده على يوم القيامة، فاستغل هذا النص عند الجهلة من العامة والغوغاء على أن محمد صلى الله عليه وسلم سوف يرجع في آخر الزمان، فمحمد أحق بالرجعة من عيسى. وكان يقول كان فيما مضى 1000 نبي ولكل نبي وصي، وإن عليا وصي محمد صلى الله عليه وسلم. فاستجاب له أناس في مختلف الطبقات، فاتخذ بعضهم دعاة فهموا ما يريد من سبأ، وآخرون صدقوا قوله فصاروا يدعون إليه عن عمى. لاحظ فترة خلافة عثمان كانت طويلة، فلما الفكرة تبدأ من بداية عصر عثمان، لأنهم لما قتل عمر بن الخطاب الأمة برضو كانت في اتساع، يعني مقتل عمر ما أثرش على هدم الأمة بل اتسعت بعد تولي عثمان الخلافة، فبدأ يفكر في هذا. فالمخطط بتاعه ده ما يجيش في يوم وليلة، يجي في خلال سنوات، 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات. مفترض ان هو اصلا داخل في الاسلام منافق وبيحاول يعمل هذه الشبهات لعلها تؤتي ثمرة. لكن خلي بالكم في الاسماء دي، من دعاته الذين ساهموا في نشر دعواته، الكلام ده تعرف بعد ما حصلت الاحداث بفترة، لان في حاجة غريبة كانت بتحصل، ان الرجل ده كان متخف ومحدش يعرف يمسكه ولا يكشف عن نيته. الكلام ده عرفناه ازاي؟ بعد فترة طويلة من مقتل الخلفاء وحدوث تتبع هؤلاء عشان يعرفوا مين اللي كان سبب وراء قتل عثمان عشان ياخدوا بدمه، لان كان في مشكلة كبيرة جدا، هي ايه؟ ان مش عارفين مين اللي قتل عثمان. مجموعة دخلوا على عثمان وتفرق دمه بين هؤلاء، فعلي بن ابي طالب لو كان يعرفهم ما تركهم. واللي ما حضرش الواقع وكان في مكة ساعتها قال لا مش هنقدر ان احنا يعني نقف مع علي الا ان ناخذ بسقر مين؟ عثمان. طب هو هم فين؟ ما حدش عارف. فتعرفوا بعد فترة، لكن هم دلوقتي لما اقول لكم اسمائهم هتعرفوا ان الكلام ده جه بعدين، ما كانش في وقت الصحابة عارفين زي ما احنا بنقول لكم دلوقتي ان هو فلان وفلان وفلان، لا كانوا مخفيين. منهم او اللي ساهموا في نشر دعوته واحد اسمه الغفاق بن حرب، وعبد الرحمن بن عديس البلوي، وكنان بن بشر، وسودان بن حمران، وعبد الله بن زيد بن ورقاء، وعمر بن الحمق الخزاعي. يعني كلهم قبائل، أغلبهم من قبائل عربية ارتدت ورجعت بعد حروب الردة، وخضعوا وأخضعهم أبو بكر الصديق. يعني برضو ما زال هؤلاء عندهم شيء من الحقد والنفاق والأشياء دي، وداخلين كارهين لأن هم بدوروا على دنيا ما بدوروش على آخر. حرقوس بن زهي، حكيم بن جبلة، وقتيرة السكوني، وغيرهم من الغوغاء والمنافقين. طيب إيه السبب في مقتل عثمان؟ أول الأسباب الرسائل الملفقة، تزوير الرسائل الملفقة على مين؟ على الصحابة، حتى على أم من عائشة. يعني روى مسروق أغلب الروايات دي تحرينا ثبوتها، لأن في روايات زي ما قلت لكم كان واحد كذاب يدسها ينتمي إلى الشيعة ويحاول يشيع الفتنة بين الصحابة، فإحنا قلنا لا لازم نتحقق من هذه الروايات ولا بد أن نرجع إلى ما ثبت بالسند الصحيح. روى مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن مقتل عثمان، كانت هي في مكة، قالت لمسروق تركتموه كالثوب النقي من الدنس، يعني سبتوه لوحده مظلوم ملوش أي ذنب، ثم قربتموه تذبحونه كما يذبح الكبش. هي بتلوم الصحابة اللي سابوا عثمان، على حسب كلامها يعني الصحابة اللي سابوا عثمان حتى قتل، هم كانوا فين؟ تركتموه كالثوب النقي من الدنس ثم قربتموه تذبحونه كما يذبح الكبش. فقال لها مسروق هذا عملك انت اللي عملت كده، كتبت الى الناس، خلي بقى، كتبت الى الناس تأمرينهم بالخروج علي، ما هو انت السبب، كتبت للناس علشان ايه؟ تقول لهم عشان تفهموا بس ازاي ان كان عائشة ما تعرفش ان بيكتب يكتب كتب وتزور عليها وترسل.
فقالت عائشة: والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، تحلف بالله عز وجل، ما كتبت لهم سوادا في بياض حتى جلست مجلسي هذا. أنا ما كتبتش حاجة ولا أرسلت رسائل لحد. ده هي بتنكر على إيه؟ على قتلة عثمان، وبتقول لي مسروق انتوا سبتوه. فمسروق بيقول لها: ما كل الناس جايين يقولوا عائشة كتبت لنا كذا وكذا. يبقى اتفهمت الفتنة جاية منين. واحد مغرب يزور كتب باسم الصحابة، باسم طلحة والزبير وباسم علي وباسم عائشة أي واحد موجود، ويعمل فتنة خلاها تولع. والناس على فطرتهم ما تعودوا مثل هذا الأسلوب الخبيث. يقول الأعمش: فكانوا يروون أنه كتب على لسانها. يعني إيه؟ يكتبوا كتاب يزوروه وإن هي بتوقع عائشة. كتب مزورة كثيرة على لسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها تذم في عثمان وتدعو لعزله وللخروج عليه. كان عبد الله بن سبأ هذا له أتباع شتى في كثير من الولايات، وكان يراسلهم ويراسلونه. يعني خلي بالك، الكتاب طالع من عبد الله بن سبأ باسم مين؟ عائشة مثلا. لواحد قال له: روح وديه لفلان في البصرة. فبتوع البصرة يردهم، وهم مفكرين بيردوا على مين؟ على عائشة. هو يستلم الكتاب ويرد تاني، بحيث يقنع عامة الناس، لأن اللي جم علشان يخرجوا على عثمان أو علشان يعزلوا عثمان عدد كبير، مش أقل من 2000 ومش أكتر من 6000. فمعنى كده إن أفعاله على مدار سنين أثمرت. أنتوا فاهمين يا أخوانا اللي حصل؟ ويرسل بعضهم إلى بعض، واحد يبعت للتاني: وصلته رسالة أن فعل بنا الوالي كذا بأمر عثمان. يعني الوالي ظلمنا وعمل فينا وعثمان اللي أمره. ذهبنا إلى المدينة ففعل عثمان بنا كذا، وعثمان فعل بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وجاءتنا رسالة من الزبير بن العوام، وجاءنا خطاب من علي بن أبي طالب، وجاءنا كتاب من عائشة إن عثمان ظلمنا في كذا وكذا، وجاءنا كذا وكذا. فصار الأعراب الذين لا يفقهون شيئا في دين الله تبارك وتعالى يصدقون ويتأثرون بهذه الأمور. فغلت القلوب على عثمان بن عفان. أتعرف لما واحد يكذب كذبة وبعدين يصدقها؟ حتى عزموا على التخلص منه. وطبعا يعني ده متوقع بسبب الحقد، إنما تلاقي واحد في نعمة وفي خير تلاقي الحاقد تعبان منه. فهم شافوا الصحابة فتحات وخيرات، حتى إن الخير وصل لدرجة إن هم بقوا دوروا على حد ياخدوا: يا هلموا عباد الله إلى حقكم في العسل، إلى حقكم في المال، إلى حقكم في كذا من الغنائم. فما يلاقوش حد عشان ياخدها، خبالك إزاي من كثرتها. فده أثار الحقد. أنت لما تشوف واحد في نعمة تلاقي واحد يقول: يا أخي أنت رايح فين؟ ما كفاية كده، خبالك إزاي؟ هل عين وحسد؟ وده من ضمن ما أصاب الصحابة أيضا، العين والحسد والحقد بسبب هؤلاء. وأي نعمة صاحب نعمة محسود، تلاقي فيه واحد كده طبعا إن لم يستعن برب العزة والجلال. فالصحابة استعانوا بربهم، وكل واحد منهم كان يحمل الخير لصاحبه. لكن الحاقد هتعمل فيه إيه؟ يعني إن كان بس مسألة عين، فالصحابة إن شاء الله عز وجل يستعينون بالله ويستعزون. لكن المسألة ما وصلتش كده بس، لا، ده فتنة القصد منها الوقيعة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حسن البصري كان يقول: قلما يأتي على الناس يوم إلا ويقتسمون فيه خيرا، حتى إنه ينادى: تعالوا عباد الله خذوا نصيبكم من العسل، تعالوا عباد الله خذوا نصيبكم من المال. فلما واحد يكون يهودي ولا نصراني ولا مجوسي يشوف الوضع ده، الأمور ما تبقى سهل. الجهاد كان في أوجه، في أعلى ذروته في أيام عثمان. والرخاء من عادته أن يورث أيضا مثل هذه الأشياء، لأن افرض وقت من الأوقات، يعني لاحظوا من ضمن الأسباب الواحد اكتشفها إيه؟ ده يعني تحليلات الواحد توصل إليها بعد دراسة، إن كان في بداية عصر عثمان كانت الفتوحات منتشرة واتسعت الرقعة الإسلامية وجت الغنائم، فالناس خدوها فتعودوا على العز. أتخيل بقى كل واحد جاي غنائم كل يوم، تعالى خد، فده يعني برضو اتعود واحد على العز، خصوصا الناس العامة واللي هم موجودين في الأعراب. وفجأة توقفت الفتوحات في نهاية عصر عثمان،
فهم استمروا عايزين عطاء مستمر، فبدأوا يفسروا عدم العطاء اللي كان قبل كده مش بإن الفتوحات فطرت وإن في مكر بيحصل، لا، قالوا ده عثمان هو اللي واخد الكلام ده لنفسه وسيبنا زي ما بيحصل كحال. نعم. وكان عثمان حليما رؤوف، ما كانش ضعيف، بس حلمه ورأفته بالناس كانت سبب برضه في كثير من المشاكل. ولذلك عندما حاصروه في البيت قال: أتدرون ما جرأكم علي؟ ما جرأكم علي إلا حلمي. عشان واسع الصدر وبتحملكم تيجوا تحوطوا البيت وتحصروني وتمنعوا عني المية وتمنعوني من الصلاة في المسجد، يعني هذا جزاء حلمي؟ وقال عبد الله بن عمر: والله لقد نقموا على عثمان رضي الله عنه أشياء لو فعلها عمر بن الخطاب ما تكلم منهم أحد. يعني لو كان عمر بن الخطاب عمل الكلام ده ما حدش هيفتح نفسه وقتها، لكن لأن عثمان رحيم ورؤوف بدأوا يتجرؤون عليه. كان يسامح وكان يفوت ويترك مثل كثير من الأخطاء ويعفو لعل الناس يعني يعودون. أضف إلى ذلك أن القبائل العربية التي دخلت في الإسلام وبخاصة تلك التي ارتد بعض رجالها عن دين الله ثم رجعوا بعد أن قتلوا، رجع بعضهم إلى الإسلام عن قناعة وبعضهم من غير قناعة، ده أمر متوقع. يعني كثير منهم استثقلوا أن الرياسة تبقى في قريش وبدأ الحقد يدب، حتى قال ابن خلدون: وجدت بعض القبائل العربية الرئاسة على قريش، وجدت يعني ايه حقدت وغضبت ان الرئاسة موجودة فين؟ في قريش، وأنفت نفوسهم ان يخضعوا لها، فكانوا يظهرون الطعن في الولاة، ووجدوا في لين عثمان رضي الله عنه فرصة لذلك. تعالوا نشوفوا المآخذ التي أخذوها على عثمان بن عفان ونناقشها كده بتفصيل. الإمام أحمد روى من حديث عبد الرحمن بن سمرة أنه قال: جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة. خلي بالكم احنا بنقول ده المبدأ، أهو أتى بألف دينار في حجره في ثوبه ووضعه في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها وهو يقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. واخذ يكرر ذلك، يعني بعد اللي عمله عثمان ده لا يضر اي شيء هيجي بعد كده. وروى البخاري من حديث ابي موسى انه قال: استفتح عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون. يعني في من ضمن الحاجات اللي تبين ان هذا سيحدث ان الرسول اخبرهم من خلال الوحي الذي نزل عليه ان في احداث ستحدث، زي مثلا الحديث اللي رواه البخاري من حديث انس الرسول عليه السلام صعد احدا ومعه ابو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر وعمر وإيه وعثمان، فرجف الجبل فقال: اسكن أحد. الرسول بيقول للجبل اسكن إيه أحد، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. يبقى كانوا يعلمون أنهم سيموتوا على الشهادة. نعم. بالرغم من ده كله إلا أن الحاقدين من السبئية والغوغاء أشاعوا مآخذ على حكم عثمان بن عفان رغبة في انتقاسه وفي الوقيعة به وفتنة الناس وتحريضهم على خلعه أو قتله. فقالوا إيه؟ أولا عثمان يولي أقاربه، عدوا معايا بقى، أول شبهة قالوها إيه؟ عثمان بن عفان يولي أقاربه، وأنه نفى أبا ذر إلى الربزة مكان بعيد عن المدينة، وأنه أعطى مروان بن الحكم خمس إفريقيا، وأنه أحرق المصاحف وجمع الناس على مصحف واحد، وأنه ضرب عبد الله بن مسعود حتى فتقت أمعاؤه،
وأنه ضرب عمار بن ياسر حتى كسرت أضلاعه، وأنه زاد في الحمى. طبعا الكلام ده كله رسائل مكذوبة كانت تبث على مين؟ على عثمان. وأنه زاد في الحمى، الحمى دي المكان اللي فيه إبل الصدقة، مكان محمي ما حدش يقرب منه، ده فلوس الدولة. وأنه أتم في السفر وغاب عن غزوة بدر، وفر من المعركة يوم أحد، وغاب عن بيعة رضوان، ولم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان، الهرمزان اللي هو قتل، اللي كان واقف مع اللي قتل عمر بن الخطاب، وأشياء أخرى زي ما قالوا أنه صعد إلى درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنبر، فكان صلى الله عليه وسلم يخطب على الدرجة الثالثة، فلما جاء أبو بكر نزل إلى الثانية، يعني الرسول كان بيخطب في الدرجة الثالثة، فلما جاء أبو بكر نزل درجة وعمر نزل درجة، فجاء عثمان رجع لإيه؟ للدرجة اللي كان عليها النبي عليه السلام، أو السلم اللي كان على النبي، زي ما احنا بنوقف في الدرجة الثالثة كده. وهكذا استمر الأمر إلى يومنا. وقالوا كذلك كان عمر يضرب بالضرة وعثمان كان يضرب بالصوت، وقالوا آذى أبا الدرداء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأمور كثيرة مفتعلة وأغلبها طبعا أو كلها مكذوب على عثمان بن عفان. هذه شبهات. صحيح أن عثمان ولى بعض أقاربه، أهو ولى بعض أقاربه، بس دي مش منقصة يعني. ليه؟ لأن أقارب عثمان اللي ولاهم معاوية بن أبي سفيان، عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، الوليد بن عقبة، سعيد بن العاص، عبد الله بن عامر، دول خمسة لم يتولى هؤلاء في وقت واحد، لكن مثلا على مدار سنوات حكم عثمان. طيب هل دي منقصة؟ أبدا، ما فيش أي منقصة. بقية ولاة عثمان ما لهمش علاقة بعثمان، يعني مثلا ولى أبا موسى الأشعري والقعقاع بن عمرو وجابر المزني وحبيب بن مسلمة وعبد الرحمن بن خالد ابن الوليد بن خالد بن الوليد وأبو الأعور السلمي وحكيم بن سلامة والأشعث بن قيس وجرير بن عبد الله البجلي، ولاة كثيرون جدا، عدد كبير جدا من ولاة من ضمنهم الخمسة دول وعلى مدار فترات. ايه المنقصة اللي في كده؟ وبعدين عدد الولاة من أقارب عثمان أقل بكثير جدا جدا ممن ولاه من غيرهم. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول يعني بنو أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولي منهم بسبب يعني اتصاف بني أمية في الغالب بالشرف والفهم وأشياء كثيرة، يعني عندهم صفة القيادة في أشياء كثيرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى فيهم الأصلح منهم يوليه. فالشيخ ابن تيمية بيقول لا نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من بني أمية. هل دي يبقى منقص للرسول صلى الله عليه وسلم أنه ولى من بني أمية؟ لأنهم كانوا كثيرين وفيهم شرف وسؤدد، اللي هم مين؟ بنو أمية. والولاة الذين ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم واستعملهم من بني أمية عتاب بن أسيد وأبو سفيان بن حرب وخالد بن سعيد وعثمان بن سعيد وأبان بن سعيد، دول خمس، نفس العدد اللي ولاهم مين؟ عثمان. دول خمسة ودول خمسة، فاللي هيطعن في عثمان كأنه بيطعن برضه في مين؟ في النبي عليه الصلاة. غير كده كمان هؤلاء الولاة لم يتولوا كلهم في وقت واحد، بل كان عثمان قد ولى الوليد بن عقبة ثم عزله فولى مكانه سعيد بن العاص، فلم يكونوا خمسة في وقت واحد. وأيضا لم يتوفى عثمان إلا وقد عزل أيضا سعيد بن العاص، فإيه الحجة يعني الخيبة اللي يقولوا لا عثمان يولي أقاربه؟ وبعدين معروف أن الكوفة والعراق بالذات أهل نفاق وأهل يعني تمرد، ما فيش والي يقعد عندهم أبدا إلا وتحصل مشاكل لغاية النهاردة، وسيبقى حل العراق على هذا. ليه؟ لأن طبيعة الناس اللي فيها كده أهل نفاق. ولذلك حتى أنا بستغرب الأمور اللي بتحصل هناك غريبة جدا جدا. ممكن العراقي أولا ما يسكتش عن حق، على أي حاجة وعلى أي لون يتلون، يعني ممكن يبقى مع الأمريكان في لحظة، ولو تقتل واحد من جماعته يبقى ماشي مع الأمريكي وهو مبيت النية على أن يقتله.
شوفوا ازاي. ونفس الكلام في المقابل، يبقى مع واحد سن ويبقى عايش معاه وحصلت مشكلة بسيطة يبيت له النية على انه يخون، طبيعتهم كده. وده اللي حصل بالضبط في عهد علي بن ابي طالب، وفي عهد الحسن، وفي عهد الحسين، حتى قتلوا او قتل علي وقتل الحسين. والحسن بسبب انه ادرك مكرهم وخيانتهم تنازل على طول مباشره، دول خونه ما ينصروش حد، فتنازل واراد ان يحفظ دماء المسلمين وان يفوت الفرصه على هؤلاء. وبعدين اغلب اللي بيقولوا الكلام ده وينقموه على عثمان من السبائيه من الشيعه حتى يومنا هذا، يقول لك ده بنو اميه هم اللي عملوا كذا وكذا. طيب علي بن ابي طالب ولا اقاربه، ولا عبد الله وعبيد الله وقثم وتمام ابناء العباس، كل دول اولاد العباس، وولى ربيبه محمد بن ابي بكر وعبد الرحمن بن هبيره ابن اخته ام هانئ، لم ينقم عليه احد يقول علي ان هو ولا اقاربه. اشمعنى عثمان؟ لان كان فيه فتنه بتبث لقضيه الخروج على عثمان واحداث فتنه في الامه الاسلاميه كان وراءها السبعين. فاللي يقول لك مثلا واحد شيعي يعني ان عثمان ولا اقاربه، تم علي ولا اقاربه، والرسول عليه السلام ولا خمسه من بني اميه، ان كان هو رجل شيعي، وان كان سني تقول له يعني هل انت متوقع ان علي بن ابي طالب ان عثمان ولا هؤلاء محاباه لهم على حساب دينه؟ لا يمكن ابدا هذا. وقد رضي الله عنه وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالايه؟ بالجنه. في العشاء نتابع المأخذ الاول عرفناه فيما يتعلق بان عثمان يولي ايه؟ اقاربه. المأخذ الثاني قالوا نفى ابا ذر الى الربزه. الروايه اللي عند الطبري وعند غيره من روايه سيف بن عمر ان معاويه وقع بينه وبين ابي ذر كلام. الكلام ده كان في ايه؟ في قضيه والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. معاويه يرى ان الايه في النصارى او فيما تقدم من اليهود والنصارى، وابو ذر يرى ان الايه عامه في مساله كنز الذهب والفضه، يعني اي واحد ما ينفعش يدخر اي فلوس عنه يطلع. فحصل خلاف بين معاويه وبين ايه؟ وبين ابي ذر، فارسل الى عثمان. ابو ذر ارسل اليه عثمان، او معاويه بعث لعثمان يقول له ان ابا ذر قد افسد الناس علينا. فقال له عثمان ارسله الي، فارسله معاويه الى عثمان فانبه عثمان ثم خرج الى الربز. الروايه دي روايه سيف بن عمر. وسيف بن عمر ده كان برضه من النوعيه من الكتاب او الرواء اللي ممكن يزودوا او ينقصوا في الكلام بحيث يبينوا عور في الصحابه. يعني افسد علينا الناس، يعني افسد علينا الناس. لكن شوف اللي ورد في البخاري. الحديث ورد في البخاري في صحيحه في المساله عن زيد بن وهب، قال: مررت بالربزه فاذا انا بابي ذر، قلت: ما انزلك هذا المنزل؟ قال: كنت بالشام فاختلفت انا ومعاويه في الذين يكنزون الذهب والفضه. فقال معاويه: نزلت في اهل الكتاب. وقلت انا: نزلت فينا وفيهم. اجتهاد وخلاف بين الصحابه عادي. وكان بيني وبينه في ذلك، فكتب الى عثمان يشكوني. هنا يشكوني، لكن هناك افسد علينا الايه؟ الناس. كلمه افسد علينا الناس يعني لفظ كده صحابي هيقوله في واحد ثاني افسد علينا الناس، تحس ان الروايه نفسها ايه؟ فيها غرض. فكتب الى عثمان يشكوني اني اتكلم في هذه المسائل واثير الناس. فكتب الي عثمان ان اقدم المدينه، فقدمتها. فكثر علي الناس او تكاثروا علي حتى كانهم لم يروني قبل ذلك. يعني كاني يعني حاجه غريبه يعني. فذكرت ذلك لعثمان، يعني هو كان ما يمشي في الطريق الناس يتلموا عليه، كانهم يعني او واحد يعني ايه عمل منكر ولا شيء من هذا القبيل ولا ايه بالظبط. فشكى ذلك لمين؟
لعثمان ابو ذر قال له عثمان الناس بتلموا عليا او بيتكلموا كانني يعني حاجه مانيش طبيعيه يعني او فعثمان راى ان وجوده ممكن يعمل ايه قلق فقال له شبهه ان شئت تنحيت فكنت قريبا يعني شوف بلد قريبه ولا حاجه اقعد فيها لغايه ما ايه الناس هنا اتغيرت ما عادش زي زمان يعني فذاك الذي انزلني هذا المنزل لكن هل اقول له لازم تخرج ونفاه وشمع القبيل ولا خير وقال له لو شئت يعني تبعد عنهم شوي قبلك ازاي ولو امروا علي حبشيا لسمعت واطعت يعني لو انهم امروا علي عبدا حبشيا مش واحد زي عثمان مبشر بالجنه يعني لسمعت واطعت يبقى مساله ان هو طرد أبا ذر الربز ولم يرسله يعني ان امر مفتعل لان يعني لم يرسله مهانا من الشام ولا ان هو طرده هذا كله من الكذب على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قالوا اعطى مروان بن الحكم خمس افريقيا. خمس افريقيا يعني الغنائم يعني. فلم يثبت ان عثمان فعل هذا، هذا غير صحيح. ولو كان فعل حاجه زي كده فعنده خمس الخمس. ازاي؟ الغنيمه بتقسم الى خمسه اخماس، اربعه للمجاهدين وخمس يبقى للامام اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه، واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله ايه؟ خمسه وللرسول، ده الخمس تبع الامام. الخمس ده بيقسم الى خمسه اقسام، لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والخاص بالامام، اللي هو الخمس بالنسبه للغنائم، بعد ما يدوا للمجاهدين يعني نصيبهم في الغناء. فسهم الله ورسوله للإمام أن يضعه حيث يشاء. وعثمان بن عفان كان يحفز مروان ويحفز عبد الله بن أبي الصرح في أن يفتح إفريقيا وحياخدوا خمس من إيه؟ من الخمس اللي هيتوزع. تحفيزا لهم لكي يعني يساعد ذلك في أنه يعني يفتحوا إفريقيا طاعة لله عز وجل. فيش فيها اي شبهه على الاطلاق في ان ده يؤخذ على عثمان بن عفان، مش كده وبس. طب وقالوا احراق المصاحف، لماذا جمع عثمان المسلمين على مصحف الامام واحرق ما سواه؟ احراق المصاحف سببه ان حذيفه بن اليمان قدم على عثمان واخبره ان الناس قد افترقوا في القران واختلفوا اختلافا شديدا حتى انه يخشى عليه من الكفر بالقران بسبب اختلاف القراءات ودخول اناس من دول شتى وديانات شتى في الاسلام على لسانهم فبدا يقرا القران غلط وتحصل مشاكل. فطلب من عثمان ان يجمع الناس على قراءه واحده وان يجمع القران مره ثانيه. فامر عثمان بجمع القران مره ثانيه. وامر باحراق ما خالف ذلك، دي منقبه لعثمان ان يحفظ القران. ليه؟ لأن عثمان أمر بإحراقه المصاحف اللي أحرقها عثمان فيها أشياء من منسوخ التلاوة. يعني احنا عارفين القرآن جمع بالتواتر وكانت كل آية بتجمع من الصدور لازم الشهادة مكتوبة. فكل القرآن جمع على ذلك، ففي آيات منسوخة والصحابة قالوا ده نسخ. لسه موجودة عند البعض مكتوبة. وأيضا بعض الصحابة أبقى القرآن عنده في مصاحفه، المصاحف يعني ايه؟ مجموعة ورق مكتوب فيها مجموعة آيات أو مجموعة سور. على ترتيب غير الترتيب النبوي اللي اتعرض في العرضة الأخيرة اللي عرضها على جبريل. وفي بعض المصاحف عليها تعليقات وتفسيرات من بعض الصحابة. طب اللي زي كده لو ترك ممكن يعمل فتنة مستقبلية، فأراد عثمان أن يئد هذه الفتنة فأمر بإحراق تلك المصاحف. فدي منقبة من مناقب عثمان وإن جعلها المغرضون من مساوئه. طيب أبو ضرب بن مسعود عبد الله بن مسعود فتق أمعاءه، وضرب عمار بن ياسر حتى كسر أضلاعه. ده كذب وافتراء وما حدث. وفي واحد هيفتح بطنه وأمعاءه تطلع بره ويعيش تاني؟ ده لو حصل حتى دلوقتي إن ما كانوش يلحقوه الراجل ده هيموت. كذب على عثمان بن عفان. طب والزياده في الحمى؟ الحمى مكان لابل الصدقه. كان على ايام النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول كان له حمى، والمقصود بالحمى يعني وقف
خاص ببيت مال المسلمين أو زي أموال العامة اللي احنا بنسميها دلوقتي أموال دولة أو أموال حكومة أو شركات قطاع عام، أخي بالك إزاي يمتلكها المسلمون جميعا أو أبناء البلد جميعا. فكان في مكان مخصص لإبل الصدق، فالمكان ده محدد بمساحة معينة. فلما كثرت الغنائم زاد عثمان في مساحة الحمى، أنكر عليه الكلام، إزاي تعمل كده؟ عمر وضع حما لإبل الصدق، وضع لهم أرضا خاصة لا يرعى فيها إلا إبل الصدق حتى تسمن ويستفيد منها الناس ويكون فيها إيه؟ عطاء مستمر. فلما جاء عثمان وكثرت الصدقات وسع هذا الحمى فنقموا عليه، قالوا إزاي يعمل كده؟ فبقولوا له ازاي يعني لما اجتمعوا علي وحصروا ازاي يعني تزيد في الحمى؟ الله اذن لك ام على الله تفتري؟ بيقول لعثمان بن عفان. فقال عثمان ان عمر حمل حمى قبلي لابل الصدقه، فلما وليت زادت ابل الصدقه فزدت الحمى. يعني انتوا عايزين مثلا واحد عامل كيلومتر للابل، فجت ابل المفترض عشان تقف جنب بعض عايز 10 كيلو، يعمل فيها يا عثمان؟ ايه الغباء اللي بيتكلموا عنه ده؟ طب اتم ام اتممت في السفر والخلفاء من قبلك عمر وابو بكر قصر في السفر، قصر في السفر. هو كان في الاول اجتهد، كان بيصلي قصر، وبعد ذلك زاد واتم في السفر. وانتم عارفين الاتمام في السفر ما فيش الا واحد صلى الظهر 4 ركعات ومسافر، هل عليه شيء؟ عليه وزر يعني؟ عايز ياخد اجر اكتر، اجتهاد من عثمان. طب هل هذا يبيح دم عثمان بن عفان ان يقتل؟ شوفوا الشبهات. وعائشه زادت في السفر، قالوا لعروه ماذا ارادت عائشه؟ قالت تاولت كما تاول عثمان رضي الله عنهم اجمعين. طب قالوا عثمان ما حضرش بدر، يوم بدر عثمان ما حضرش وفر يوم احد وغاب عن بيعه رضوان، ها مش ده برضه منقصه؟ خلي بالك اللي جاي جاي بشبهه بيتلكك عايز يعمل مشكله وخلاص. الامام البخاري روى حديث عن عثمان بن موهب قال جاء رجل من اهل مصر، يعني واحد من عامه مصر جاي، معنى كده ان شبه ابن سبأ وصلت مصر واثرت في الناس لدرجه ان واحد من 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 اهل مصر جاي علشان يسأل على قضية إن عثمان فعلا صالح ولا ما هو صالح. فجاي واحد من أهل مصر فقال من القوم؟ قالوا قريش، يعني وصل المدينة وقعد فبيسألهم مين اللي قاعدين دول؟ قالوا له قريش. قال من الشيخ فيكم؟ يعني له وقار في وسطكم؟ قالوا هذا عبد الله بن عمر. فجاء لعبد الله بن عمر فقال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قالوا نعم. تعلم أنه تغيب يوم بدر؟ قال نعم. تعلم أنه تغيب عن بيعة رضوان؟ قال نعم. قال الله أكبر، أهو كلامنا مظبوط وعثمان ما يستاهلش أن يكون خليفة. فلما قال كده الله أكبر، يعني ظهر الحق الذي يريده هو. يعني قال عبد الله بن عمر تعالى أبين لك، أما فراره يوم أحد فأشهد الله أن الله عفى عنه، لأن ساعة ما حصل فيه مقتل للصحابة بعضهم فر، فكان من ضمن اللي فر مين؟ عثمان، وغفر له. وربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد إيه؟ عفى الله عنه إن الله غفور حليم. دي واضحة؟ أهو النص ربنا عفى عنه. وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال صلى الله عليه وسلم إن لك أجر، إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، يعني أقعد خليك معها لأنها مريضة وأنت لك أجر واحد إيه مقاتل وسهم. طب وبيعة الرضوان وتغيبه عن بيعة الرضوان؟ هو ما غابش عن بيعة الرضوان، كان بخاطره، ده الرسول أرسله إلى إيه؟ إلى مكة، إلى قريش.
يقول عبد الله بن عمر: فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. لكن الرسول عليه السلام أرسل عثمان لعلمه بمكانة عثمان أصلا في قريش، بالإضافة إلى مكانة عثمان عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تبايعوا عندما علموا أن عثمان قتل في مكة، أو وصلوا من خبر بأن عثمان قتل في مكة، فحدثت البيعة على مناصرة عثمان والأخذ بسأره. ده الأصل كده. وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، هذه يد إيه؟ عثمان. فقال ابن عمر للرجل: يعني هذه يد عثمان، يعني بايعوني على أن نأخذ بإيه؟ بالثأر العثمان. دي بيعة الرضوان. بعد ما وضح الإيه المسائل للرجل، قال له ابن عمر: ها، اذهب بها الآن معك. يعني هذه الإجابات افهمها بقى كويس، وروح قول اللي بعتك ولا أنت جاي من طرفه، إن كل دي شبهات يعني يحاولوا إن هم يعني يطعنوا فيها عثمان. طيب، عثمان لم يقتل عبيد الله بن عمر قصاصا لقتله الهرمزان. ايه القصة المشهور اللي حصل في كتب التاريخ كلها؟ صحصح معايا يا اخوانا، ان بعدما قتل ابو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب، قتل نفسه، القوا عليه عباءة فان ضرب نفسه بالخنجر اللي طعن به عمر وقتل نفسه، كان مجوسي، أسلم نفاقا. فلما قيل له لعبد عبيد الله بن عمر: أبو لؤلؤ المجوسي قبل مقتل عمر بثلاث أيام كان واقف مع الهرمزان وكان معهم خنجر، الخنجر مواصفاته كذا وكذا وكذا، بيتآمروا على قتل مين؟ على قتل عمر الخطاب. فراحوا يشوفوا الخنجر، لو فعلا هو اللي كان معاه. فالغيرة أخذت مين؟ عبيد الله بن عمر، انتقاما لأبيه لعمر الخطاب. كان ساعتها ما فيش خليفة تعين، لما مات عمر فضلت المدينة خمس أيام على ما تولى عثمان الخلافة بعد عمر الخطاب. عبد الرحمن بن أبي بكر بيقول: حين قتل عمر قد مررت على أبي لؤلؤة قتل عمر ومعه جفينة والهرمزان وهم نجا، يعني بيتناجون فيما بينهم، فلما بغتهم وقفوا ثاروا، فسقط من بينهم خنجر له رأسان ونصابه وسطه، فانظروا ما الخنجر الذي قتل به عمر، فوجدوه الخنجر الذي نعت عبد الرحمن بن أبي بكر. فانطلق عبيد الله بن عمر، فلما خرج إليه الهرمزان قال له: تعال أنا عايزك تصلح لي فرس، فأخذه وضربه بالسيف وقتله. قبل ما يقتله، ساعة ما وجد أن السيف هينزل على رقبته، قال: لا إله إلا الله، زي الشخص اللي إيه أسامة بن زيد قتله بعد أن أدرك الموت قال: لا إله إلا الله. قال عبيد الله: ودعوت جفينة وكان نصرانيا من نصارى الحيرة، فلما علوته بالسيف صلب بين عينيه، يعني ايه عمل حكاية الصليبة بتاعتهم دي. ثم انطلق عبيد الله فقتل ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة على وشك يعني البلوغ، او هي بلغت يعني بس لسه صغيرة. طيب، قصة قتل عبيد الله بن عمر للهرمزان، يعني واحد وجد أناسا يتآمرون على قتل والده ويحتمون بأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله. صحيح هو خطأ بعدما الشخص يشهد أن لا إله إلا الله أن يقتل، أنه يعتبر أنت شفتنا بقتل، هو تآمر وهو متأكد أنهم وراء الموضوع يعني، لكن شوفوا إزاي اتحلت المسألة يعني. أراد عبيد الله ألا يدع سبيا بالمدينة إلا قتله، لأن السبي اللي جه من بلاد فارس والروم حقدوا على الإسلام والمسلمين بسبب عزة الإسلام والقوة التي انتشر فيها أهل الإسلام في كل مكان، فقال: والله لا أقتلنهم وغيرهم. عرض ببعض المهاجرين على اعتبار إيه؟ إن يعني إن في ناس ساكتين عليهم، فلم يزل عمرو بن العاص به حتى دفع عليه السيف، واحد يعني محروق على والده، فالمهم سكوه خدوا منه السيف.
المهم أصبحت دلوقتي قضية خاصة مين؟ بعبيد الله بن عمر. لما استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار وقالوا شوفوا لكم حل في عبيد الله بن عمر، نعمل فيه ايه؟ قتل ثلاثة، جفينة ده كان نصران متآمر على القتل ومهدر الدم، لكن المشكلة في مين؟ في الهرمزان، لأنه شهد لا إله إلا الله، وبرضه بنت أبي لؤلؤة. أبي لؤلؤة اجتمع المهاجرون على كلمة واحدة يشايعون عثمان على قتل عبيد الله قصاص. قتل واحد بيقول لا إله إلا الله مسلم يبقى يقتل قصاصا. وجل الناس وعامة الناس مع مين؟ عبيد الله. يقولون لجفينة والهرمزان أبعدهما الله لعلكم تريدون أن تتبعوا عمر ابنه، يعني عايزين تقتلوا كمان ابنه، يعني الخليفة مات وتقتلوا كمان مين؟ ابنه. فكثر في ذلك اللغط والاختلاف. ثم قال عمرو بن العاص لعثمان أمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، إن هذا الأمر قد كان قبل أن يكون لك على الناس سلطان، فأعرض عنهم. وتفرق الناس عن خطبة عمرو، يعني رأيهم أنت أصلا ما كنت ساعتها خليفة، ما كانش فيه خليفة المسلمين. فالمسألة هنا إيه؟ انتهى إليه عثمان على هذا الرأي على أن يدفع الدية لأهل مين؟ الهرمزان ولأهل القتيل، وقبلوا ذلك وانتهت المشكلة. فهنا توجيهات لعدم قتل عثمان عبيد الله الهرمزان: إن الهرمزان تمالأ مع أبي لؤلؤة على قتل عمر كما رآهما عبد الرحمن بن أبي بكر، يبقى كده مستحق للقتل لأنه شارك في قتل مسلم. وعمر قال: لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به، يعني لو إن مجموعة اتفقوا على قتل واحد، صحيح اللي بشر القتل واحد لكن الباقي يقتل بسبب إن هم اشتركوا في الجريمة، فهنا يكون دم الهرمزان مباحا لأنه شارك في قتل عمر. الأمر الثاني، إن هل النبي عليه السلام لما جاء هذا الرجل عند القتل فقال أشهد لا إله إلا الله فقتله أسامة بن زيد، هل الرسول اقتص من أسامة؟ ما ماتش ما قتلش أسامة في مقابل هذا الرجل الذي شهد قبل الموت وهو على دين آخر لا إله إلا الله خوف من القتل، بل لام أسامة وعنفه أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، لكن هل قتل أسامة؟ ما قتلش أسامة وما أمشي الحد عليه. يبقى هنا عثمان يعني ما كانش مخطئ في أنه هو لم يقتل عبيد الله. وبعدين غير كده الهرمزان ما كانش له ولي في الدية أو أن يطلب القصاص، يعني لما يكون واحد له دم بسبب أن واحد قتل مثلا أخاه أو قتل ابنه أو ما شابه ذلك، فبتروح تطلب منه العفو أو القصاص، مش كده؟ فهو طبعا بيخطأ، فالهرمزان مالوش أصلا ولي، يعني مفيش حد، فمن وليه؟ عثمان على اعتبار أنه بقى خليفة. طب الخليفة هنا قبل الدين، يبقى مفيش أي مؤاخذة على مين؟ على عثمان بن عفان، ولا في أي يعني تمالوا على الشرع أو ما شبه ذلك. فهذه المؤاخذ كلها يعني على عثمان بن عفان إما أمور مكذوبة وإما محاسن وفضائل عدوها نقائص لعثمان، وإما اجتهادات مقبولة ولو رآها غيره أخطاء له فهي لعثمان أمور مغفورة لأنه في الأصل من المبشرين بالجنة. إذن هذه المآخذ التي أخذوها وكلها شبهات اللي كان وراها عبد الله بن سبأ اليهودي وطائفة من الغوغاء والحاقدين على الإسلام والمسلمين. نيجي بقى المقتل عثمان بن عفان على يد الحاقدين من السبأ. أثيرت هذه الأمور على عثمان وخرج أناس من البصرة وأناس من أهل الكوفة وأناس من أهل مصر، ده سنة 35 من الهجرة، قالوا احنا رايحين نحج، فعدوا على المدينة ولكنهم بيتوا النية على أن يخرجوا على عثمان ويغيروه. اختلفوا في أعدادهم، هل هم كم بالضبط؟ يعني قيل 2000 من أهل مصر، 2000 من أهل الكوفة، 2000 من أهل البصرة، 2000 يبقى كام؟ 6000. وقيل لا ده الكل كله على بعضه 2000، يعني نقدر نقول
إن العدد يتراوح بين 2000 و6000، المتوسط يطلعوا كام؟ 4 تقريبا أو حاجة زي كده. ما فيش إحصائية دقيقة، لكنهم لا يقلون عن 2000 ولا يزدون عن 6000. وخلي بالكم الصحابة مع حسن نيتهم في المدينة، وكانوا هم خارجين جايين على الحج، يعني كثير من الصحابة ما كانوش موجودين في المدينة، كانوا بيحجوا فين؟ في مكة. فما حدش متوقع ان الحقد يصل ببعض الناس الى ان هم يتآمروا على قتل خليفة او على إيذائه، ولا حد منهم توقع حاجة زي كده. والحاجة الثانية، كل واحد من الصحابة خلي بالك زورت عليه كتب، فهو نيته سليمة، يقول انا ما فيش مني ذنب ولا في اي حاجة ولا متوقع اي مشكلة، في حين ان الناس جايين يعني ايه، يعني جايين تلبية لرغبة بعض الصحابة اللي زوروا الكتب على ألسنتهم. ملاحظين الحالة دي؟ احنا بندور على السبب الحقيقي. الصحابة يقولك ليه ما نصروش عثمان بن عفان؟ اغلبهم كان موجود خارج المدينة. والحاجة التانية، ما حدش منهم متوقع ان حاجة زي كده تحصل، ان يصل بمسلم ان يجي يقتل خليفة او يتأمر على قتل بهذا الشكل، ما حدش توقع كده. لكن هم لما شافوا ان في خطر كلهم ارسلوا، اما جاءوا بانفسهم او ارسلوا اولادهم عشان يشوفوا المشكلة ايه، لكن ما حدش توقع ابدا المسألة تصل الى إراقة الدماء. حتى عثمان نفسه ما كانش متوقع، ولذلك كان اللي يجي يقف يا عم هنعمل مشاكل ليه، خليكم، ويستحلفهم بالله ان هم يرجعوا وما حدش يعمل فتنة ولا يهدر دم مسلم بسبب خلاف بسيط على حاجة أنا هقنعهم بها وخلاص. فالأمر كان بسيط والمسألة كانت سهلة وميسورة. دخلوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أولئك القوم من فرسان قبائلهم، جاءوا لعزل عثمان إما بالتهديد وإما بالقوة، فحاصروا بيت عثمان في أواخر ذي القعدة. أواخر ذي القعدة، واللي راح يحج طبعا في مكة لازم يخرج قبلها بشهر ولا حاجة. وأمروه أن يخلع نفسه من الخلاف، واستمر الحصار إلى 18 من ذي الحجة. يعني عثمان عيد العيد، أتى عليه لم يخرج لصلاة العيد ولا للصلاة بالناس، حبسوه في البيت حتى المية سابوه عطشان. قيل إن الحصار استمر 40 يوما، وقيل غير ذلك، لكنه لا يزيد على الواحد، لا يزيد على 41 يوم. لما حصر عثمان في بيته ومنع من الصلاة بل ومن الماء، فكان يصلي بالناس رجل من أئمة الفتنة، واحد تبع السبيل، وهم ناس ما هماش معروفين، يعني واحد بيصلي بالناس مش عارفين حتى هو مين. حتى إن عبيد الله بن عدي دخل على عثمان فقال يا أمير المؤمنين، يصلي بالناس إمام فتنة، فماذا تأمرنا؟ قال الصلاة أحسن العمل، أو أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. يعني خليفة المسلمين محاصر في بيته مش عارف حتى يروح المسجد. دخل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت عثمان، كلهم يريد الدفاع عنه، وكان من أشهر الذين جلسوا عنده في بيته الحسن بن علي والحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة ومحمد بن طلحة بن عبيد الله وعبد الله بن عمر، وقد شهروا سيوفهم في وجه أولئك البغاء الذين أرادوا قتل عثمان. يعني الصحابة وقفوا معاه اللي كانوا موجودين في المدينة وقتها. وجاءت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها على بغلة يقودها مولاها كنانة، فلقيها الأشتر واحد من أئمة الفتنة فضرب وجه بغلتها، فقالت ردوني، يعني رجعوني تاني، لا يفضحني هذا الكلب، يعني ممكن يتجرع علي يضربني أو يقتلني أو يفعل بي شيء فأن أتكشف يعني. لكن عثمان أمر الصحابة بعدم القتال، بل جاء في بعض الروايات إن الذين جاءوا للدفاع عن عثمان أكثر من 700 من أبناء الصحابة، ولكن حتى هؤلاء عددهم لا يصل إلى العدد الكبير اللي هو متوسطه كام؟ 4000. روى ابن أبي شيبة بسند صحيح من حديث عبد الله بن عامر بن ربيع أنه قال كنت مع عثمان في الدار فقال إن أعظمكم غنى عندي من كف سلاحه ويده، يعني ارجعوا عشان لا تراق الدماء. وذكر
ابن أبي شيبة أيضا من حديث ابن سيرين أنه قال جاء زيد بن ثابت إلى عثمان رضي الله عنه فقال هذا الأنصار هذه الأنصار بالباب، يعني اجتمع من بالمدينة من الأنصار بباب عثمان وقالوا إن شئت أن نكون أنصار الله مرتين كما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نكون معه. هم برضو ما حدش متوقع أن الأمور حتوصل لقتل الخليفة، يعني الناس محاصرين عثمان فدول خايفين نيجي نقف معاك وننصرك ونبقى أنصار الله مرتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرة معاك. فقال عثمان أما قتال فلا، مش عايزين مقاتل خالص، محدش يعني تراق الدماء بسبب. وروى أحمد بسند صحيح من حديث ابن عمر أنه دخل على عثمان اللي هو عبد الله بن عمر فقال عثمان يا ابن عمر انظر ما يقول هؤلاء، شوفوا بيقولوا لي إيه، يقولون اخلعها ولا تقتل نفسك، يعني اترك الخلافة ولا إيه ولا تقتل نفسك. فقال ابن عمر إذا خلعتها أمخلد أنت في الدنيا؟ فقال عثمان لا. قال ابن عمر فلا أرى أن تخلع قميصا قمصقه الله فتكون سنة، كلما كره قوم خليفتهم أو إمامهم خلعوه. يعني حتى مسألة الخروج على الإمام فيها فتن، ما هو أقول لك ده دلوقتي هو لك ده ابن عمر نهاهم، ما ممكن مجموعة من الناس ييجوا ولك لا مش عايزين الإمام ده. ولذلك المسألة هنا يا إخواننا في مسألة اختيار الحاكم مرجعها الآل الحل والعقد، لدول العقل اللي بيختاروا حاكم ينفع، إنما لو سبت الغوغاء أو بعدد الأصوات زي ما حصل في بعض في أمريكا أو في غير كده إن أغلب الناس مع الشذوذ واللواط قالوا إحنا عايزين واحد يبيح لنا الكلام ده، فأصواتهم زادت على أصوات العقلاء من قومهم صوت ولا صوتين، فبقى إمام لهم وبقى إيه رئيس لهم. شفت إزاي؟ يبقى المسألة لو إن الناس فسدوا وغوغاء واختاروا واحد على هواهم يضيعوا البلد وضيعوا الدنيا، ما الـ 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 الانتخابات ما قالها لكده، لك هو حر حتى لو ضيعوا البلد، ده مش النظام في الإسلام، نظام في الإسلام كده. وإن كان طبعا الثقافة العالمية والعولمة فرض واقعها بحكم القوة إن ده في الغرب بيحصل يبقى يحصل في البلاد الإسلامية، وإلا يبقى فيها بقى بلاد ديكتاتورية ويصفونا بأن احنا إرهابيين وأشياء من هذا القبيل. ويعني سبحان الله كثير من الدول العربية مغلوب على أمرها صراحة. ومن ثم فإن عثمان هو الذي منع الناس من القتال، ومع هذا في أربعة في وقت قتل عثمان حملوا ملطخين بالدماء بسبب دفاعهم عن عثمان ابن عفان. كان هم مين بقى؟ الحسن بن علي، عبد الله بن الزبير، مروان ابن الحكم، ومحمد ابن حطب. هل كان في من قتل عثمان احد من المهاجرين والانصار؟ ابدا. تصوروا عليه البيت فقتلوه وهو واضع المصحف بين يديه. قيل للحسن البصري اكان في من قتل عثمان احد من المهاجرين والانصار؟ فقالوا كانوا، قال كانوا أعلاجا من أهل مصر. العلوج، العلج، العلج ده مصطلح على أساس الشخص اللي هو إما يكون حليق أو يكون واحد ما وش يعني متسلق على إنه هو مسلم وجاي يحتك بالمسلمين وهو حاقد إلى غير ذلك. ولكن رؤوس القتلة معروف اتعرفت بعد كده. خلي بالكم إن لغاية دلوقتي برضو مش عارفين مين في رأي قاطع هو اللي باشر بقتل مين؟ عثمان بن عفان. لكن الأسماء ده هي عرفوها بعد، مش الناس دي كلها تعرفت إمتى؟ بعد أيام الحجاج بن يوسف السقط. يعني حتى معاوية لما تولى الخلافة ما عرفش يقتله، زي ما هنعرف دلوقتي إن كان الخلاف على قتل إيه؟ قتلة عثمان، وعلي بن أبي طالب مش عارف يجيبهم، لأن اللي حصل إن هم ضغطوا على علي حتى تولى الخلافة. وشوفوا اللي حصل دلوقتي، جبل بن الأيهم، الأشتر بن مالك الحارث النخعي الكوفي، الغفاق بن حرب المصري، كنانة بن بشر التجيبي، سودان بن حمران، وقيل عبد الله بن ما هو بن عبد الله بن سبأ أو المسمى بالموت الأسود، كان بيدعي أسماء كثيرة، يعني يحاول يسمي نفسه بأسماء كثيرة عشان يتخفى تحت مآربه، وعبد الله بن بديل ابن ورقاء الخزاعي،
وكان معهم حكم أو حكيم بن جبل العبدي وعبد الرحمن بن عديس ومجموعة موجودة عندكم في المذكر، وحرقوس بن زهير، أسماء شكلها شكل القتلة وشكل المجرمين. روى الإمام أحمد من حديث عمرو بن أرطى قالت اللي هي عمرة ابن أرطاة: خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان إلى مكة، فمررنا بالمدينة فرأينا المصحف الذي قتل هو في حجره، فكانت أول قطرة قطرت من دمه على أول هذه الآية: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في الشقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قالت عمرة: فما مات منهم رجل سويا، بل كل واحد حصلت له مصيبة أو حادث أو ما شابه ذلك. حصلت قصة، اسمعوا القصة دي، بيرويها محمد بن سيرين، بيقول: كنت أطوف الكعبة فإذا برجل يقول: اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي. بيطوف الكعبة بيقول: اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي. قال: فتعجبت منه فقلت: يا عبد الله، ما سمعت أحدا يقول مثل ما تقول. فقال الرجل: إني كنت قد أعطيت الله عهدا لئن مكنني من عثمان لأصفى عنه. يعني يضربه إيه؟ ألم على وشه. يعني وصل الحقد على عثمان بسبب شبهات ابن سبأ والحاقدين والسبئية إن الشخص منهم يصل إلى هذا الوضع. فلما قتل وضع في سريره في البيت، قعد حوالي برضو 5 أيام أو 3 أيام عشان يدفن، لأن بعد ما قتل عاشوا في المدينة فسادا اللي هم قتلوا عثمان. فبقولوا هو في البيت لما قتل وضع في سريره في البيت، فكان الناس يأتون ويصلون عليه وهو في بيته، فدخلت أزهر أني أريد الصلاة، يعني داخل كده عشان أنا إيه ذا صلاة. فلما رأيت أن البيت ليس فيه أحد كشفت عن وجهي فصفعته وهو ميت، فيبست يدي، إذن شلت ويبست. قال ابن سيرين: رأيتها يابسة كأنها عود، ربنا سبحانه وتعالى شل إيد. سبحان الله. هل قتل عثمان بن عفان أو هل قتل عثمان بن عفان ولم يدافع عنه أحد من الصحابة؟ أبدا، كل اللي كان موجود بالمدينة لم يرضى بذلك، بل لم يتوقع أن الأمر يصل إلى ذلك. عثمان كان حريصا على عدم إراقة الدماء، وعزم عليهم أن يغمدوا سيوفهم ونهاهم عن القتال، واستسلم لقضاء الله تبارك وتعالى. وهو طبعا عارف قبل كده أن الرسول لما صعد على الجبل وكان معه عثمان قال: عليك إيه؟ نبي وصديق وإيه؟ وشهيدا. فعلم أنه سيقتل، لأن كل اللي كان معاه تقدم، فما فضلش إلا عثمان. وبعدين عدد الصحابة كان أقل بكثير من عدد أولئك الخوارج، وهم دول أول الخوارج، صحيح أول الخوارج اللي خرجوا على عثمان ابن عفان. لكن الصحابة أغلبهم من كان في مكة، واللي كان يعني يتصل أو بعثوا أولادهم للدفاع عن عثمان، وما كانوا يتصورون أن الأمر يصل إلى القتل، وإنما حصار وعناد. طب قالوا علي بن أبي طالب، طب علي أرسل الحسن والإيه والحسين، وأمر تاني هو ظن أن فيه علي بن أبي طالب، أن مسألة بسيطة ناس بيعترضوا على الحاكم وبيحاول أنه هو يعني تتفضل الأمور، يعني الحاكم أخرج الحاكم والصحابة عن قيس بن عبادة أنه سمع عليا يوم الجمل يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان، وأنكرت نفسي وجاءوني للبيعة، فقلت: والله إني لأستحي أن أبايع قوما قتلوا عثمان، وإني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان لم يدفن بعد، فانصرفوا. فلما رجع الناس فسألوني البيعة قلت: اللهم إني مشفق مما أقدم عليه. ثم جاءت عزيمة فبايعت، فقالوا: يا أمير المؤمنين، فكأنما صدع قلبي وقلت: اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى.
لان يعني ايه هم ضغطوا على عمر على علي بن ابي طالب ان هو يتولى الخلافه. وهتعرف القصه بعد قليل ان اصلا علي والصحابه اللي كانوا موجودين وقتها ما فيش ولا واحد منهم تجرأ على ان يبايع او ان يتولى الخلاف، لان مساله فتنه. فكان دلوقتي الامر مش في ايدهم، هم عملوا جريمه ومش عارفين يتصرفوا ازاي. الخلافه الاسلاميه كلها اصبحت في ايد مجموعه من الخوارج، والناس لن تخضع لهم وهم يعلمون ذلك. فبداوا يعني يعيسون في الارض فسادا ويهددوا بانهم سيسفكوا دم كل من في المدينه ان لم ياتي علي بن ابي طالب للبيعه. شوفوا اللي حصل، احداث ومحن اقترنت ببيعه علي بن ابي طالب. ده التفسير اللي تحس منه فعلا ان هو ده اللي حصل. اناس مغرضون حاولوا ان يفرقوا الامه ويمزقوا اوصالها ويفرقوا بين اصحاب نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. بقيت المدينه 5 أيام لا امير لها، يتولاها واحد من قتله عثمان اسمه الغفاق بن حرب. اتعرف الكلام ده بعد كده. والغفاق بن حرب مصري من مصر للاسف يعني. ايه واحد مصري تعبان يبقى معنى كده خلاص كل المصريين كده؟ لا، مصر فيها رجال وقفوا وساندوا ونصروا في ايام عمرو بن العاص وفتحوا الدنيا باسرها، لكن واحد حاقد تعبان. الغفاق بن حرب حوله الغوغاء والسبائية قتلت عثمان، أهواؤهم مختلفة في من يجعلون خليفة. قوم يريدون الزبير على اعتبار ان الرسائل اللي كانت مكذوبة بتوصل للعراق عايزين فيها ايه الزبير ابن العوام. وقوم يريدون علي، الرسائل اللي كانت بتيجي لمصر. وقوم يريدون طلحة، الرسائل اللي كانت بتوصل برضه العراق في الكوفه وفي البصره على حسب ايه؟ يعني إيه ان ده اولى بالخلافه وكذا وكذا، طلحه اولى، الزبير اولى، علي اولى، فكل المجموعه جايين يأيدهم على حسب تصورهم اللي جالهم من الرسائل المنسوبه الى هؤلاء الصحابه. فاهمين القصه؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ طيب. وكل واحد من هؤلاء الصحابه الثلاثه يأبى وينكر لما يعرف من خبث هؤلاء وطغيانهم واشتراكهم في مؤامرة مدبرة قتل فيها الخليفة. ثم لما يأس السبعية من الثلاثة اللي رفضوا الخلافة ذهبوا إلى سعد بن أبي وقاص اللي فتح إيران، ومن ثم إلى عبد الله بن عمر، فلم يكن جوابهما إلا ما أجاب به الثلاثة، ما فيش ولا واحد قبلها. وهذا ما ذكره أقدم المؤرخين، طبري ابن كثير من الأثير من خلدون، كلهم اتفقوا على ان مفيش ولا واحد من الصحابة رضي بهذا الأمر على ان يتولى الخلافة في مقتل بعد مقتل عثمان او حتى قبل ان يدفن. هم خايفين من ايه؟ هم عارفين ان لو في خليفة وقف وتولى الخلافة دون مشورتهم يبقى هيتدور علشان ياخذ بالثأر من قتلة مين؟ عثمان. فعايزين يكون لهم يد على الخليفة اللي جاي علشان ايه؟ يعفو عنهم او يتركهم على جرمهم اللي فعلوه. قالوا ان نحن رجعنا الى امصارنا بعد قتل عثمان بغير امرة، اختلف الناس في امرتهم ولم نسله، مش هيسيبونا لغاية ما يقتصوا منه. ثم جمعوا اهل المدينة وقال لهم أهل مصر، يعني إيه؟ لموا أهل المدينة كلهم في المسجد، وأهل مصر بزعامة مين؟ الغفاقي ابن حرب. قالوا لهم اسمع، أنتم أهل الشورى، بقول لأهل المدينة لموهم في المسجد وقال لهم أنتم أهل الشورى، وأنتم تعقدون الإمامة وأمركم عابر على الأمة، لأن أنتم اللي وليتوا أبا بكر وعمر وعثمان، فانظروا رجلا تنصبونه ونحن لكم تبع، فقد أجلناكم يومين، قدامكم كام يومين، فوالله لئن لم تفرغوا لنقتلن غدا، خلي بالك علي وطلحة والزبير وأناسا كثيرا. ويحصل اللي يحصل بقى، شفت بقى ازاي؟ فالناس كلهم راحوا على مين؟ على علي بن ابي طالب، لان كان في تولي عثمان الخلافه وقفت في النهايه على مين؟ على عثمان او علي.
فعبد الرحمن بن عوف اختار مين؟ عثمان. فبقي علي. فغشي الناس عليا فقالوا نبايعك فقد ترى ما نزل بالإسلام وما ابتلينا به. فرد عليهم علي بقوله دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول، وإن الآفاق قد أغامت، يعني الدنيا مغيمة زي الغيوم اللي جاية في الآفاق، والمحجة قد تنكرت، ما عادش حد عارف فين الحق وفين الباطل بسبب الفتن. واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب. يعني أنتوا لو ضغطتوا علي ووافقتكم عشان البيع عشان خاطب تسلم المدينة يبقى لازم تسمعوا كلامي، ممكن واحد يزعل مني بس أنا مش هسأل في كده لأن أنا شايف الصح في كده. وإن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزيرا أو أنا لكم وزير خير لكم مني أمير. فأخذ الأشتر بيده فبايعه وبايعه الناس من بعده. الكلام ده في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين علي بن أبي طالب لما خطب الخطبة بتاعته قال من ضمن قال بأنتم جايين دلوقتي بعد ما نقمتم على عثمان أتيتموه فقتلتموه ثم جئتموني لتبايعوني فأبيت عليكم وأمسكت يدي فنازعتموني ودافعتموني وبسطتم يدي فكففتها ومددتموها فقبضتها وازدحمتم علي حتى ظننت أن بعضكم قاتل لبعض أو إنكم قاتلي، فقلتم بايعنا لا نجد غيرك ولا نرضى إلا بك، بايعنا لا نفترق ولا تختلف كلمتنا، فبايعتكم ودعوت الناس إلى بيعتي، فمن بايع طوعا قبلته ومن أبى لم أكرهه وتركته. ده كلام علي بن أبي طالب، مش زي ما الشعب يصوروا وخانوا علي وعلي ضيعوا الأمانة والغدير وقناة الغدير وكربلة ومش عارف إيه، ترهات لا حصر لها افتعل الشيعة ليفرقوا الأمة. محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب قال أتى علي دار عثمان وقد قتل، فدخل إلى داره وأغلق بابه عليه، فأتاه الناس فضربوا عليه الباب فقالوا إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من خليفة ولا نعلم أحدا أحق بها منك. فقال لهم علي لا تريدوني فإني لكم وزير خير لكم مني أمير. فقالوا لا والله لا نعلم أحدا أحق بها منك. قال فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء أن يبايعني بايعني. فخرج إلى المسجد فبايعه الناس، بايعه كل المهاجرين والأنصار، وقالوا تخلف عن بيعته بعض الصحابة زي سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة، وقيل إنه بويع من الجميع، والصحيح إنه بويع من الجميع لكن دول ما كانوش موجودين ساعتها فين في المدينة، خرجوا منها وهذا هو الصواب. قال عوف بن أبي جميلة كنت عند الحسن البصري وكان في المدينة عند مقتل عثمان، فذكروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن جوشن الغطفاني يا أبا سعيد إنما زري بأبي موسى اتباعه عليا. فغضب الحسن حتى تبين في وجهه فقال فمن يتبع، يعني هتبع مين؟ قتل أمير المؤمنين مظلوما فعمد الناس إلى خيرهم فبايعوه، فمن يتبع؟ يعني من ساعتها اللي هنمشي وراه؟ خبالك إزاي؟ ما فيش أفضل من مين؟ من علي بن أبي طالب. أهل السنة مجمعون على أن أفضل الصحابة بعد عثمان علي بن أبي طالب، وابن تيمية يقول المنصوص عند أحمد بن حنبل تبديع من توقف في خلافة علي وقال هو أضل من حمار أهله وأمر بهجرانه، اللي يقول إن علي بن أبي طالب ليس بخليفة للمسلمين. هم أجمعوا على إن أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، قالوا خلاف بين علي وعثمان لكن الجمهور على إن علي بن أبي طالب بيأتي بعد عثمان. خلي بالكوا بقى المشكلة هنا عشان دي المهمة وعشان ما نطولش عليكم قوي، يعني اجتمع إلى علي بن أبي طالب بعدما دخل طلحة والزبير
في عدة من الصحابة دخلوا على علي بن أبي طالب بعد البيعة، قالوا يا علي إنا قد اشترطنا إقامة الحدود، احنا بيعناك على إقامة حدود ربنا سبحانه وتعالى، وإن هؤلاء القوم اشتركوا في دم هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم، يعني أصبحوا حلال أن يقتل. فقال لهم يا إخوتا إني لست أجهل ما تعلمون، من عارف إن هم يستحق القتل، ولكن كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم، القوة معاهم وإحنا ضعفاء في المدينة، ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم، يعني عبيدكم وقفت معهم وثابت إليه أعرابكم اللي هم اللي فيهم حقد ونفاق، وهم خلالكم يسومونكم ما شاءوا، فهل ترون موضعا لقدرة على شيء مما تريدون؟ قالوا لا. قال فلا والله لا أرى إلا رأيا ترونه إن شاء الله، إن هذا الأمر أمر جاهلي، وإن لهؤلاء القوم مادة، وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة قط فيبرح الأرض من أخذ بها أبدا، إن اليأس من هذا الأمر إن حرك على أمور، يعني أنتم يوم ما تصلوا النهاية حيكون أمورنا على ثلاث يعني فرق، فرقة ترى ما ترون وفرقة ترى ما لا ترون، يعني أنتم عايزين بثاري عثمان وفي المقابل هم عايزين يفلتوا من الإيه؟ من العقاب، وفرقة لا ترى هذا ولا هذا حتى يهدئ الناس، اللي هم مين؟ علي بن أبي طالب ومن معه. هل نصبر لغاية ما تستتب الأمور ونعرفهم واحد واحد حيروحوا فيه، ثم نأخذ بالثأر من قتلة مين؟ عثمان. طبعا اللي في مكة ما يعرفوش إيه اللي بيحصل في المدينة، خلي بالكم من النقطة دي، لأن كانت عائشة موجودة في مكة وخرج برضو بعدها طلحة والزبير وغيرهم، قالوا انظروا بس لغاية ما تهدأ الأمور ونمسك هؤلاء الناس. ولذلك علي بن أبي طالب لو كان يعلم من الذي قتل عثمان من هؤلاء، لأن عدد يجي 2000 وكلهم حصروا عثمان، واللي دخل مين ساعتها ما حدش عارف، ومش عارفين شخصياتهم لأنها شخصيات مجهولة جاية من الأعراب ما هوش معروف لحد، وما كانش فيه بطايق ولا شيء بحيث تعرف هوية الشخص كده، أول ما تشوف لازم يكون معاك عشان تعرف. فعلي بن أبي طالب قال نأخر القضية لغاية ما يستتب الأمور، بس اسمعوا وأطيعوا. نعم. واقعة الجمل واللي حصل فيه قربنا نخلصها. بويا علي بن أبي طالب فاستأذن طلحة والزبير عليا في الذهاب إلى مكة، فأذن له. التقيا هناك بإيه؟ بأم المؤمنين عائشة، والخبر وصل إليها أن عثمان قد قتل، فاجتمعوا هناك في مكة، وهي طبعا يعني أخذتها الغيرة لدينها ولأمير المؤمنين عثمان، والناس لاموا الزبير وطلحة ازاي تتركوا عثمان حتى يقتل، وكان الناس فين، وتعرف بقى لما يكون واحد غايب عن الحدث نظرته تختلف عن من عاش داخل الحدث، فقالوا لا احنا لابد ان ناخذ بايه؟ بالثأر من قتلة عثمان. اللي قتلوه فين؟ قالوا في الكوف، وناس قالوا فين؟ في مصر، فهم مختلفين فيما بينهم، لكن هم قالوا ان او زي ما تعرفوا مجموعه من الناس ان كانوا موجودين في الكوف، فقالوا نروح نقتلهم فين؟ في الكوفة، لازم ناخذ بالثأر من قتلة عثمان. فاجتمعوا وعزموا على الأخذ بثأر عثمان. فجاء يعلى بن منية من البصرة، وجاء عبد الله بن عامر من الكوفة، واجتمعوا في مكة على الأخذ بثأر عثمان. فخرجوا من مكة بمن تابعوا من البصرة يريدون قتلة عثمان. وحسين ان هم قصروا ازاي خليفة المسلمين يقتل بهذا الشكل، وطبعا لما التفاصيل بتيجي بتحز في النفس، يعني شوف الشيعة بيعيطوا لغاية فين، وقاعدين يمثلوا التمثيلية بتاعت ايه مقتل الحسين والحصل وبتاع ويعيطوا، وكل واحد يعني يبكي فالناس تبكي وراه عشان ايه يفكروا الناس بالقضية. فلما تقول مثلا ان عثمان يعني قطعت اصابعه وقميصه مثلا غير او اصابع زوجته، او ان قميصه كان يعني مقطع والدماء انتشرت عليه وغير ذلك من هذه الامور، واشياء يعني تحدث في النفس ايه يعني حمية، اللي عمل كده في عثمان لا ما نسيبوش، لابد ان نقتله قتلا. كل واحد طبعا يعني غيرته لدينه والدفاع عن امير المؤمنين عثمان دفعته الى ذلك.
علي بن أبي طالب ولا عثمان بن حنيف على البصرة، كانوا متوجهين إلى العراق، فلما وصلوا إلى البصرة أرسل إليهم عثمان بن حنيف، ماذا تريدون؟ قالوا نريد قتلة عثمان. فقالوا طيب لما يجي علي بن أبي طالب على أساس ده ممكن يعمل فتنة وإحنا مش عارفين التفاصيل إيه بالنسبة للمسألة، منعهم من الدخول في البصرة. خلي بالك مجموعة من السبائية اللي كانوا موجودين في البصرة قالوا لو دول دخلوا ودوروا علينا هيقتلون، فنعمل إيه؟ نخرج بحجة إن هم خارجين على علي بن أبي طالب نقابلهم هنا. فخرج إليهم جبلة، وده كان من اللي شاركوا في قتل مين؟ عثمان، ومعاه 700 رجل تحت مسمى إن هم رايحين يردوا الخارجين على مين؟ على علي، وهم بيدوروا على نفسهم، لأن هم لو دخلوا وبحثوا ووافقهم عثمان بن حنيف ربما توصل أو ربما حدثت فتنة أكبر، لكن هم بيقولوا لا ده ما نلحقهم في الأول علشان إيه؟ نوقفهم. لكن اللي حصل إن من كان مع عائشة انتصروا عليهم وقتلوه، قتلوا كثيرا من كان معهم، وانضم كثير من أهل البصرة إلى جيش طلحة والزبير وعائشة. فعلي بن أبي طالب لما بلغوا الخبر، وطبعا هم برضو أرسلوا لعلي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب إن عائشة خرجت عليك وخرج طلحة وخرج الزبير، وطبعا رسائل الكذب كانت منتشرة في وقتها ودي كتيرة جدا جدا. فخرج علي بن أبي طالب إليهم عشان يشوف إيه المشكلة. خرج من المدينة إلى الكوفة لما سمع إن في قتال بين عثمان بن حنيف والي علي على البصرة. خلي بالك الخبر وصل، اللي حصل ان عثمان منعهم من دخول البصرة، فوصل علي بن ابي طالب ان عثمان بن حنيف بيقاتل مين؟ عائشة والزبير وطلحة. يبقى الرسائل اللي وصلت لمين؟ لعلي زورت برضه. فعلي خرج بصدق نية، في قتال بين عثمان بن حنيف وهو والي علي على البصرة وبين طلحة والزبير وعائشة. فخرج علي وجهز جيشا قوامه 10,000 لمقابلة طلحة والزبير. خلي بالكوا بقى، هم لو كانوا بيقولوا خرجوا على علي، علي كان موجود فين؟ ردوا علي في المدينه ولا في الكوفه؟ ما كانش في العراق، كان في المدينه. يبقى اللي يخرج على علي يروح له المدينه ولا يروح له البصره ولا الكوفه؟ يروح للمدينه. يبقى ما كانوش خارجين على علي بن ابي طالب، مش زي ما الشعب يصور. لو كانوا يريدون الخروج على علي لذهبوا إلى المدينة مباشرة وليس إلى البصرة. فطلحة والزبير وعائشة من كان معهم لم يحدث قط أنهم أبطلوا خلافة علي، ولا طعنوا علي، ولا ذكروا فيه جرحا، ولا بايعوا غيره، ولا خرجوا لقتال إلى البصرة، فإنه لم يكن من البصرة يومئذ. لذلك قال الأحنف بن قيس لقيت طلحة والزبير بعد حصار عثمان فقلت ما تأمراني فإني أراه مقتولا. قالوا عليك بعلي. قال ولقيت عائشة بعد قتل عثمان في مكة فقلت ما تأمريني؟ قالت عليك بعلي. يعني الأحنف نفسه اللي ولاه علي، عائشة نصحته بأن يلزم علي وأن يبيع عليا وأن يكون مع علي لأنه هو خليفة المسلمين. صحصحوا معايا، أنا عارف ناس الوقت داخل شوية من طول المحاضرة، ما كملناش لسه ساعتين، هانت ايه عائشة، ما نكمل القصة عشان المحاضرة مرتبة نعم. تقدم من عائشة رضي الله عنها قالت عن مقتل عثمان تركتموه كالثوب النقي. القصة قالت والله أنا ما كتبت سواد في بياض، هم بيكذبوا علي. فعلي بن أبي طالب لما وصل إلى الكوفة أرسل المقداد بن الأسود، خلي بالكم يا أخواني، والقعقاع بن عمرو ليتكلم مع طلحة والزبير، واتفقوا قالوا احنا عايزين قتلة عثمان زيكم، بس تعرفوا تقولوا لنا هم مين؟ تعرفوا تحددوهم؟ قالوا خلاص احنا نرجع وان شاء الله عز وجل لما تستتب الامور سنمسك بهم. واتفقوا على كده. الفريق ده بيت على ان الصبح هيمشي على المدينه او والفريق ده على ايه؟ على الكوفه. فالجماعه السبائيه قالوا لا، ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ده دول لو احنا سيبناهم كده للصبح واتفقوا هيقوموا يدوروا علينا. لا يمكن ان احنا نسيب الامور تعدي كده. فقام السبائيه على جيش طلحه، مجموعه منهم عليه انه جيش طلحه، وبيتوا معه، وفي الليل هجموا على جيش علي وقتلوا منهم من قتل. فظن الناس في جيش علي ان الجماعه دول خانوا العهد وبداوا يقاتلون الاخرين. بالك ازاي؟
لأن هم لما اتفقوا باتوا بخير ليلة، وبات السبائية وهم قتل العثمان بشر ليلة، اتفاق عليهم على هؤلاء سوف يقضي على السبائية. وده اللي ذكروا أغلب المؤرخين زي الطبري وابن كثير وابن الأسير وابن حزم وغيرهم، أجمع السبائيون رأيهم على ألا يتم هذا الاتفاق. وفي السحر والقوم نائمون هاجم مجموعة من السبائية جيش طلحة والزبير وقتلوا بعض أفراد الجيش وفروا، فظن جيش طلحة أن جيش علي غدر بهم فتناوشوا، فحدثت مقتل عظيم. الكلام ده كان ساعة الظهر، يعني هو من الصبح هم قاعدين بيتناوشوا لغاية وقت صلاة الظهر، عند صلاة الظهر وحصل قتال، فقالوا مين اللي يوقف الناس ده، وشافوا مين يعني يسكتهم، فقالوا عائشة ركبوها الجمل وتقف وتنادي عليهم أو إيه ساعة ما يشوفوها هيسكت. فالسبائية ساعة ما شافوا عائشة قالوا فرصة، وبدأوا يوجهوا النبال بتاعتهم على مين؟ على أم المؤمنين عائشة، والناس ينادوا، طلحة ينادي أيها الناس أتنصتون اسمعوا الكلام، وقفوا النبال ما فيش حد راضي يسمع، أتنصتون؟ فأصبحوا لا ينصتون له، فقال أف أف فراش نار وذبان طمع، يعني عاملين زي الفراش اللي بيقترب عشان يحترق في النار، وزي الذباب اللي بيدور علشان طمعان في شيء لأن فيه مقرب. الحكاية دي مش طبيعية، إن احنا بنقول لهم اسكتوا مش راضين يسكتوا، مش راضين يسمعوا لا العلي ولا الطلحة ولا الذبيب، يبقى مين اللي بيقاتل؟ والناس عندهم إخلاص ولا ناس عندهم في قلبهم حقد؟ تفهم على طول إن المعركة دي ما تمت إلا بإيه؟ بحقد من قبل هؤلاء السبائي. وكان علي يمنعه ولا يردون عليه، وأرسلت عائشة رضي الله عنه كعب بن سور بالمصحف يرفعوا عشان يوقفهم فقتلوه، رشقوا السبائيون بالنبال حتى أرضوا قتيلا. والحرب إذا اشتعلت كما تعلمون عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، فصار الأكابر عاجزين عن إطفاء الفتنة. وقعة الجمل، خلي بالكوا الشعب يبالغ يقول لك مات فيها 13,000، ده اللي جايين مع علي قرابة 10,000، واللي كانوا مع طلحة والزبير حوالي كام برضو 3,000، فازاي كلهم قتلوا؟ العدد لا يتجاوز 200 أو 300 أو 400 بالكثير، إنما تقول لي إن هم يعني 13,000 قتلوا عند جمل عائشة؟ هم بيبالغوا على أساس يحطوا السبب مين؟ عائشة، وإن هي اللي خرجت على علم أبي طالب وقاتلته. شوفوا الحقد، أيعقل إن مجموعة بيتقاتلوا بالنبال كلهم يفني بعضهم بعضا فيموت أكثر من 20,000، وأقول لك 40,000 ويكتر قوي 40,000، تصور الكلام ده إزاي؟ ده حتى لو في الحروب الحديثة ما يلحقوش يموت، لو بيضربوهم بالرشاشات كده واحد ورا الثاني ما يلحقوش يخلصوا عليهم. إذن القضية فيه غرض وحقد. قتل في هذا اليوم كثير من المسلمين، ما حدش حدد المدة، لكن في أما تيجي تحسبها وتشوف تلاقي فعلا اللي مات لا يتجاوز ربهم، يوم ما يوصل أوي حوالي 500 نفر، إنما أكتر من كده يبقى مبالغة معروف. وبعدين قتل طلحة والزبير ومحمد بن طلحة، الزبير فلم يشارك في هذه المعركة ولا طلحة، قتل طلحة بسهم خطأ، والمشهور إن اللي رماه مروان بن الحكم أصابه في قدمي عن طريق الخطأ في إصابة قديمة فمات منها وهو يحاول منع الناس من القتال، يعني هو مات وبيقاتل، هو مات علشان بيمنع الناس من القتال. ولما انتهت هذه المعركة وقتل الكثير خاصة في الدفاع عن جمل عائشة لأنها كانت تمثل رمزا لهم، فكانوا يستبسلون في الدفاع عنها والسبائية يستبسلون في محاولة قتلها عشان يشعل فتنة. بمجرد أن سقط الجمل هدأت المعركة وانتهت، وكانت غلبة الأمور لعلي بن أبي طالب، وإن خسر المسلمون جميعا في تلك المعركة لأن طبعا اللي مات كله مسلم. شيء محزن صراحة، انتهت المعركة وصار علي بن أبي طالب يمر بين القتلى فوجد طلحة بن عبيد الله، فقال بعد أن أجلسه ومسح التراب عن وجهي: عزيز علي أن أراك مجدلا تحت نجوم السماء أبا محمد. وبكى علي رضي الله عنه وقال: وددت أني مت قبل هذا 20 عاما. وكذلك رأى علي بن محمد بن طلحة فبكى، يعني هو وابنه. وكان محمد بن طلحة يلقب بالسجاد
من كثرة عبادته، وكل الصحابة بلا استثناء اللي شاركوا في المعركة ندموا على ما وقع. ودخل ابن جرموز على علي، ابن جرموز واحد برضه من تبع السبائية، هو فرحان أقول إيه أنا قتلت الزبير، وهذا سيف الزبير، قتلت الزبير قتلت الزبير. فلما سمعه علي بن أبي طالب قال إن هذا السيف طالما فرج الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بشر قاتل ابن صفية بالنار، ولم يأذن له بالدخول عليه. الرجل اللي بيفتخر بيقول له إيه يعني أنا قتلت الزبير. انتهت المعركة، فأخذ علي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرسلها معززة مكرمة إلى المدينة. وفي حديث الرسول أخبر فيه علي بن أبي طالب أن هتحصل مشكلة بينه وبين عائشة، حديث رواه أحمد من حديث علي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون بينك، الرسول بيقول لعلي سيكون بينك وبين عائشة أمر، يعني مشكلة يعني. قال علي فأنا أشقاهم يا رسول الله، يعني أنا الغلطان؟ قال لا، ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها. ففعل رضي الله عنه ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي كان يرى أن تعجيل القصاص هيبقى فيه مفسدة، ممكن تحصل مشكلة، فأخره حتى تستقر الأمور وتستتب، لكن للأسف ما حدثت وما وصل الأمر كما اشتهى. بقيت القضية الحديث عن معركة صفين، هحاول بسرعة أخلصها يعني. بعد ما انتهت المشكلة دي وكانت الغلبة لعلي بن أبي طالب وفي في 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 زمام الأمر يعني، فقال لابد من مبايعة إيه معاوية بن أبي طالب في الشام، ومعاوية في المقابل بيقول لابد من قتل من قتل إيه عثمان. ولذلك ابن خزيمة بيقول خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وأولاهم بالخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ذو النورين ثم علي بن أبي طالب رحمة الله ورضوانه عليه أجمعين. وكل من نازع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في إمارته فهو باغ، لأن الرسول قال لعمار تقتلك الفئة الإيه الباغية. لكن ما نقدرش نقول هو خارج على الإمام لأن لسه ما بيعش، وفي نفس الوقت ما نقدرش نقول هم كفار يستحل دماءهم أو يعني يأسر نساءهم أو ما شابه ذلك. ولم يخرج من خرج عليه بغي عن الإسلام، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. وده طبعا تصديق من النبي عليه السلام أن يخبر بذلك قبل موته، وده حصل. ومن حديث أبي بكرة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي معه إلى جنبه وهو يلتفت إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم سماهم جميعا إيه مسلمين. نعم. وقال الحسن في خطبته أيها الناس إن الله هداكم بأولنا وحقنا دماءكم بآخرنا. هداكم بأولنا اللي هو مين؟ ها؟ أسمى النبي عليه الصلاة، وآخرنا اللي هو مين؟ الحسن. وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية ما هو حق لامرئ كان أحق به مني، بل حق لي تركته لمعاوية إرادة أو إرادة إصلاح المسلمين وحقن دمائهم، بل وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قصة السقيفة، قصة واقعة صفين، إن معاوية امتنع عن المبايعة لعلي حتى يتم القصاص لعثمان. فلما انتهى علي من أهل الجمل قال لابد أن يبايع معاوية الآن حتى تستقر الأمور في الدولة الإسلامية. فجهز جيشا لإخضاع معاوية بن أبي سفيان للبيعة، وده حق الخليفة وحق الإمام. فخرج علي بجيش قوامه 100,000 إلى صفين، صفين مكان في الشام،
فلما سمع معاوية بخروج علي إلى قتاله صعد المنبر وقال: إن عليا نهد إليكم في أهل العراق، فما الرأي؟ فضرب الناس بأثقانهم على صدرهم، فقام ذو الكلاع الحميري فقال: عليك الرأي وعلينا الفعال. والناس سكت. خلي بالك، يعني معاوية استشار الناس في الشام، فقال لهم دلوقتي علي جاي عشان يقاتلنا في مسألة البيع. هو الأول بعث رسالة فأمرهم بالمبايعة، فمعاوية قال له: لن نبايع حتى إيه؟ نأخذ بالثأر اللي قتل عثمان، فتجيب لنا وتسلمنا اللي قتل عثمان نقتلهم نبايعه. فطبعا علي قال له: أنا أجيبهم إزاي؟ ولا في الحكاية دي هتبقى إزاي؟ ما نقدرش، لازم من المبايعة وبعد كده نجيبهم عشان تستقر الأمور. فامتنع معاوية، فقال لهم: إن علي نهد إليكم، يعني جاي لكم يعني حماس في أهل العراق، فما الرأي؟ فضرب الناس بأذقانهم على صدورهم، حطوا وشهم في الأرض وقالوا: أنت تقول وإحنا ننفذ. يبقى هم على قلب رجل واحد في الشام، لكن شوفوا في المقابل، صعد علي على المنبر فقال لأتباعي بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إن معاوية قد نهد إليكم في أهل الشام، فما الرأي؟ فأضب أهل المسجد، كل واحد بقى طالع كده زي الضب، يقولون: يا أمير المؤمنين، الرأي كذا، وتنلأ الرأي كذا، نعمل كذا نعمل كذا. فاختلفوا على علي، فلم يفهم علي كلامهم من كثرة من تكلم وكثر اللغط، فنزل وهو يقول: إن لله وإنا إليه راجعون. كان نصيبه إن في العراق، والعراق أهل فتنة زي ما أنتم عارفين. وصلوا إلى صفين في صفر سنة 37 هجرة، وكان قتال علي رضي الله عنه في صفين، والجمل على رأي رآه واجتهاد تبناه، إن هو يريد أن يجمع الناس على رجل واحد. ولذلك من حديث قيس بن عبادة أنه قال: قلت لعلي بن أبي طالب: أخبرنا عن مسيرك هذا، أعهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ قال: ما عهد إلى رسول الله بشيء، ولكن رأي رأيته. ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية فقال له: أنت تنازع عليا، أأنت مثله؟ أنت زيه يعني؟ فقال معاوية: لا والله، إني لأعلم أن عليا أفضل وأحق بالأمر، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه وأنا أطلب دمه؟ فأتوا عليا فقولوا له فليدفع إلي قتلة عثمان وأنا أسلم له الأمور. فأتوا عليا فكلموه فأبى عليهم لما تعلمون طبعا من رأيه إن الأمور تستقر، ولم يدفع القتلة. عدد جيش علي كان 100,000 وعدد جيش معاوية 70,000، وقتل عمار بن ياسر كما تعلمون، وكان في جيش مين؟ علي بن أبي. والنبي عليه السلام قال لعمار: يا عمار، ستقتلك الفئة الإيه؟ الباغية. قيل للإمام أحمد: حديث تقتلك الفئة الباغية، قال: أنا لا أتكلم فيه، تركه أسلم، لأن الكلام في الصحابة يعني يقصد لازم حتسيء لحد منهم، وإحنا مش عايزين كده، مفيش إساءة لأحد منهم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلته الفئة الباغية، وسكت على إن طرف معاوية كان باغيا. هو صحيح له رأي وكل حاجة، لكن المفروض إن هو يبايع يعني. وفي كلام أيضا ترجعوا له إن شاء الله عز وجل. قال ابن حجر: ذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي، وقد ثبت أن من قاتل عليا كانوا بغاة، ومع هذا التصويب فهم متفقون على أنه لا يذم واحد من هؤلاء، بل يقولون اجتهدوا فأخطأوا. وطبعا كانت الفتنة بفعل فاعل كما تعلمون. نيجي بقى القصة التحكيم المشهور. هو اللي حصل إن هم علي بن أبي طالب بدأهم بالقتال لما امتنعوا، وطبعا في إشاعة برضو صارت عند أهل الشام إن علي بن أبي طالب كان من المشاركين في قتل عثمان، والإشاعة دي طبعا وصلت من خلال الكتب المزورة والرسائل. ده لا، ده علي كان راضي وهو اللي مشارك معاهم في قتل عثمان. أخي بالك إزاي راجت هذه الإشاعة عند أهل الشام لأربعة أمور. قالوا: صحيح، هو ما قتلش قتلة عثمان، وقاتل في معركة الجمل،
وترك المدينة وسكن بالكوفة، والكوفة هي معقل قتلة عثمان، يبقى موافقهم على قتله. وكذلك في جيش علي من هو متهم بقتل عثمان. كل الكلام ده خلى العامة والقصاصين والمغرضين والحاقدين يشيعوا الخبر عند في أهل الشام إن علي شارك في قتل عثمان. طبعا احنا عارفين إن علي ما كان له أي يد في ذلك أبدا. هنا أسماء الصحابة اللي شاركوا في القضية علشان يبقى عندكم فكرة برضو، وأسماء الصحابة اللي امتنعوا عن المشاركة. نيجي لقصة التحكيم اللي نختم بها المقال، بس لابد من عرضها. قصة التحكيم ومحاولة المغرضين لانتقاص من الصحابة. خلي بالكم لأن التحكيم ده حتى اللي درسوه في المدارس وبيقولوه للناس في كتب التاريخ للأسف غير الحقيقة. معركة صفين انتهت بالتحكيم، توقفوا عن القتال بعد أن رفعت المصاحف على الرماح، ورضي علي رضي الله عنه بالتحكيم ورجع إلى الكوفة، ورجع معاوية إلى الشام على أن يكون التحكيم في رمضان، وأرسل علي أبا موسى الأشعري، وأرسل معاوية عمرو بن العاص. هنا في روايات من افتعال الكذابين والوضاعين للحقد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القصة المشوهة، خلينا نتكلم في المشوهة الأول وشوفوا الملاحظات اللي عليه. قالوا أبو موسى الأشعري قام وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نرى أصلح لأمرها ولا ألم لشعثها من أمر قد أجمع عليه رأيي ورأي عمر، اتفقت أنا وعمر بن العاص على رأي واحد وهو أن نخلع عليا ومعاوية وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر فيولوا منهم من أحب، هم يتصرفوا بقى، لكن ما ينفعش علي ولا ينفع معاوية، وإني قد خلعت عليا ومعاوية فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلا. وبعدين تنحى فأقبل عمر فقام مقامه فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن هذا قال ما قد سمعتم وخلع صاحبه، وأنا أخلع صاحبه كما خلعه وأثبت صاحبي معاوية. يعني إيه؟ يعني خيانة، اتفق معاه على إنه بيخلع الاثنين وبعدين كذب عليه، وبعد كده الأولاني خلع علي ومعاوية، فعمر بن العاص بدهائي بقى كان داهية، وكان قاعدين يوصفوا عمر بن العاص إن هو إيه؟ مكار وخبيث وداهية وخاين، فخلع علي باتفاق مين؟ باتفاق أبي موسى، وهو ثبت معاوية. وأنا أخلع صاحبه كما خلعه وأثبت صاحبي معاوية فإنه ولي عثمان والطالب بدمي وأحق الناس بمقامي. فتنابز وكثر اللغط وخرج أبو موسى غاضبا ورجع إلى مكة وما راحش لعلي كمان، ورجع عمرو بن العاص إلى الشام وهو خليفة المسلمين. يا سلام، قصة مزورة مكذوبة، بطلها أبو مخنف الكذاب، شيعي خبيث من اللي دونوا التاريخ فافتعل هذا الأمر. وعلى فكرة الشيعة بيعملوا الآن تمثيليات كلها مبنية على الروايات المكذوبة دي، إن عمرو بن العاص كان منافقا خبيثا خادعا ماكرا، خدع أبا موسى، مع أن عمرو بن العاص صحابي جليل. وروى أحمد من حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال: ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام. والقاضي أبو بكر بن عربي يقول: قد تحكم الناس في التحكيم فقالوا فيه ما لا يرضاه الله، وإذا لاحظتموه بعين المروءة دون الديانة رأيتم أنها سخافة حمل على سطرها في الكتب في الأكثر عدم الدين وفي الأقل جهل متين، والذي يصح من ذلك ما روي الأئمة أو ما روى الأئمة كخليفة بن خياط البصري والدارقطني وغيرهم، إن لما خرج الطائفة العراقية 100,000 والشامية 70,000 أو 90,000 ونزلوا على الفرات بصفين واقتتلوا في أول يوم على الماء وهو الثلاثاء، فغلب أهل العراق عليه، ثم التقوا يوم الأربعاء لسبع خلون من صفر سنة 37 ويوم الخميس ويوم الجمعة وليلة السبت، ورفعت المصاحف من أهل الشام ودعوا إلى الصلح وتفرق. خلي بالكم يا أخواني، تفرقوا على أن تجعل أو على أن تجعل كل طائفة أمرها إلى رجل حتى يكون الرجلان يحكمان بين الدعوتين بالحق.
فكان من جهة علي أبو موسى ومن جهة معاوية عمرو بن العاص، وكان أبو موسى رجلا تقيا ثقيفا أو إيه في غلطة مطبعية، كان تقيا أو نقيا فقيها عالما، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مع معاذ، وقدمه عمر بن الخطاب وأثنى عليه بالفهم. وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة أنه كان أبله ضعيف الرأي مخدوعا في القول، وإن ابن العاص كان ذا دهاء وأرب، يعني صاحب إيه مصلحة ما يعملش حاجة للمصلحة، وعنده حاجة وعنده برضو يعني خبث ودهاء، حتى ضربت الأمثال بدهائه تأكيدا لما أرادت من الفساد. هو بيصف طبعا إن هؤلاء يعني مغرضون يريدون الكيد لهؤلاء، لكن اللي حصل غير كده، هذا كله كذب صراح، ما جرى منه حرف قط، وإنما هو شيء أخبر عنه المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك، فتوارثه أهل المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع. وإنما الذي روى الأئمة الثقات الأثبات، خلي بالك، أنهما لما اجتمعا للنظر في الأمر في عصبة كريمة من الناس منهم ابن عمر ونحوه، عزل عمرو معاوية زي ما عزل مين أبو موسى علي بن أبي طالب. وشوفوا بقى القصة، الدارقطني رواها بسنده إلى حضين بن المنذر، لما عزل عمرو معاوية جاء ابن حضين المنذر فضرب فسطاته قريبا من فسطات معاوية. عمرو بن العاص عزل إيه معاوية، مش أنا ثبتت معاوية وعزلت علي، صح صح في اللي جاي. فبلغ نبأه معاوية، عرف معاوية أن عمرو بن العاص عزله، فأرسل إليه فقال إنه بلغني عن عمرو بن العاص كذا وكذا، فاذهب فانظر، اللي هو حضين المنذر، ما هذا الذي بلغني عنه؟ فأتيته فقلت أخبرني عن هذا الأمر يا عمرو الذي وليت أنت وأبو موسى، كيف صنعت ما فيه؟ قال قد قال الناس في ذلك ما قالوا، يعني افتروا علينا كلام كتير، ووالله ما كان الأمر على ما قالوا، ولكن قلت لأبي موسى ما ترى في هذا الأمر؟ نتصرف فيه إزاي؟ قال أرى أنه في النفر الذي توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، من العشر المبشرين بالجنة نأخذ واحد نبايعه بالخلافة. قلت فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ عمرو بن العاص اللي بيقول أين تجعلني أنا ومعاوية؟ قال فإن يستعن بكما ففيكما معونة، وإن يستغنى عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. يعني أنتوا لو إن حد استعن بكم إن تكونوا مثلا أمراء أو وزراء يبقى خير وبركة، إن لم يكن فربنا سبحانه وتعالى يقضي أمره ويستغني بما شاء. هذا كان بدء الحديث ومنتهى، فأعرضوا عن الغاوين وازجروا العاوين زي الكلاب يعني من الشيعة وغيرهم، وعرجوا عن سبيل الناثقين إلى سنن المهتدين، وأمسكوا الألسنة عن السابقين إلى الدين، وإياكم أن تكونوا يوم القيامة من الهالكين بخصومة أصحاب رسول رب العالمين، ودعوا ما مضى فقد قضى الله ما قضى، وخذوا لأنفسكم الجد فيما يلزمكم اعتقادا وعملا، ولا تسترسلوا بألسنتكم فيما لا يعنيكم، مع كل ناعق اتخذ الدين هملا، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أنا صراحة ما عادش فيها طاقة أن أتكلم لأسئلة ولا غيرها، فعشان كده سامحونا ما فيش يعني معلش صدر السؤال مهم هو والسؤال التالي بس ما حدش يعني شيخ عادل كفاية كده لسه ورانا سفر. بعد الذي السلام عليكم وبركاته جزاكم الله خير، بعد الذي سمعناه من فضيلتكم في فضائل عثمان رضي الله عنه ورد الشبهات التي رمي بها أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فجزاك الله خير، السؤال فما هو موقفنا من كتب فيها هذا الطعن من الخليفة الراشد عثمان كما هو مكتوب ومسطر في ظل القرآن وللكاتب سيد قطب وعفى الله عنه، وهل نسكت عما فيه من طعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب والكتاب أو الكاتب محسوب على أهل السنة، فما هو موقفنا؟
كل يؤخذ من كلامي ورد، وعدم التحري والتدقيق في الدراسة العلمية حتى لو كان الشخص ما كان. يعني خليكم معايا يا اخوانا، احيانا تلاقي واحد مشهور وله بصمه في الاعلام او له مكانه او انه يعني مات مقتولا ونحسبه ان شاء الله شهيدا ربنا سبحانه وتعالى يعني يتولى، لكن ايا كان كل يؤخذ من كلامه ويرد، كلامه مردود عليه. واحد لم يتحرى القضية ولا يبحث عن الأسانيد وليس عنده منهج أهل الحديث في الحكم على الحديث، انت احتاط لنفسك وحذر من كلامه، وده حق ما فيش أي مشكلة فيه. نرجع لي كفاية كده شخص معلش. طيب إن شاء الله نلتقي في المحاضرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا، نعمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا عرب ألم بنا، فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا عرب ألم بنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول